اهلا بكم من جديد، بيسعدني ان يشاركني في هذه الفقره نجومنا دكتور وليد الحديدي. مساء الفل. مساء الفل يا ريس، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ عندنا حواديت كتير النهارده. ده كتير، ده محلي وافريقي وكل وبره حتى. ده ليفربول ماشي من غير صلاح زي الفل. ليفربول ليفربول بص، يعني هو حاسس ان اللقب في ايده، فبالتالي اللعيبه كمان بدا مستواه يعلى بصراحه الفترات الاخيره كلوب شغال معاهم. ماتش رهيب. طبعا ماتش كبير، ماتش كبير مش قليل. واضح ان يورجن كلوب قال لهم عشان اهدوا لي بقى اللقب. ارجوكم. انا ماشي راح اخرف من السعوديه. الحاجات دي بتفرق، الحاجات المعنويه دي بتفرق. ايه؟ شكله واخد صلاح وراح السعوديه. ما اعتقدش. هتشوف. مش يورجن كلوب. ما اعتقدش. ليه؟ ما يعني انا بالنسبه ليورجن كلوب اعتقد انه ممكن إن اسمه يكون بيفكر في المنتخب هناك. مانشيني. مانشيني. يورجن كلوب مختلف اعتقد، يعني انه بيفكر مدير فني منتخب ايطاليا يعني. طبعا كان مدير فني منتخب ايطاليا وبطل اليورو. ومانشيني كمان تاريخ من قبل وراح عايش الدور وساب الماتش وخرج والبنالتي. لا بس اعتقد ان يورجن كلوب ممكن يكون بيفكر في منتخب المانيا، ممكن يكون بيفكر في برشلونه. بعد فليك مش جابوا حد؟ موجود يوليان ناجلزمان، بس خلي بالك في يورو جاي وممكن جدا المانيا ما تقديش كويس في اليورو. المانيا بقى زينا بيغير المدرب عادي كده مؤخرا بقى كده، يعني هانز فليك يا دوب قعد فتره صغيره. المدرسه بتاعتنا شغاله. لا ده احنا عادينا العالم كله. الالمان كان واد من 16 سنه. لا احنا الحمد لله الفيروس بتاعنا ضرب في العالم. يا كابتن سيد مساء الفل. مساء الفل. الالمان بيغير المدربين كل سنه. طب ما حلو ان انت تبقى مدرسه بقى والناس تمشي وراك، يعني دي حاجه كويسه وانجاز بالنسبه لك. مدرسه الاخلاق اللي فاكر مدرسه المشاغبين. مدرسه الاخلاق لم ينجح. كان المدرس اسمه ايه؟ عبد الله فرغلي. كان اسمه ايه؟ ملواني. الملواني. الملواني. انا عندنا مدرسه بقياده الملواني. انت اللي بتقول. لا ما قلتش حاجه، انا بامن على كلامك. انا بامن على كلامك ان انا ما بقولش. كابتن سيد، ايه اكتر حاجه لفتت نظرك الاسبوع ده؟ استغربتها قوي يعني. ممكن في تاخر بيان اتحاد الكوره مثلا، عدم اعتذار مجلس اتحاد الكوره، لغايه دلوقتي ما طلعش قرار لفيتوريا. يعني بخروج بيراميدز من الرابطه. لا انا كان نفسي اطبل له، مش عارف اطبل. نفسي اطبل لبيراميدز. لا اللي انا بستغربه ان الحياه، هو طبيعي جدا الحياه ترجع زي ما هي، بس احنا الموضوع بقى بسرعه قوي. يعني مجرد ما خرجنا الدنيا خلاص بقى، وبدانا كاس الرابطه، ومين رايح فين، ومين رايح، ومين رايح الاهلي، ومين رايح الزمالك. بس في نقطه صفقات الزمالك انا برضو يعني طبعا الزمالك جايب لعيبه كويسه كتير، بس انا لفت انتباهي حاجه واحده بس، لان انا اتعاملت معاهم التلاته مثلا، ناصر ماهر، عبد الله السعيد، احمد حمدي. التلاته دول شحاته. لا التلاته دول في مكان واحد ومعاهم اوباما موجود في النادي، فعندك اربع لعيبه بيلعبوا 10. تخيل بقى لو المدرب الجديد جاوا ما بيلعبش برقم 10 كمان. يعني ما بيفكرش يلعب بيها، وبيلعب بالطريقه زي طريقه المنتخب او طريقه النادي الاهلي. عادي عادي. لا البرتغاليين كمان مدرسه. لا وتخيل يبقى عندك اربعه لعيبه عايز تلعب منهم واحد. فدي يعني انا هم كلهم لعيبه كويسه، بس هم ليهم فلسفه ان في اتنين مش هيلعبوا افريقيا، هم عايزين ياخدوا الكونفدراليه. يعني عبد الله مش هيلعب افريقيا وناصر مان مش هيلعب افريقيا عشان مقيدين في بيراميدز ومودرن فيوتشر. فهم عندهم الفكره دي يعني بصراحه. ممكن، بس انا حتى لو بعد بطوله افريقيا ما كده كده السنه الجايه اللي بعد كده ان يبقى عندك اربع. بس لحد ما صفقات جيده، صفقات كويسه. اي حد هيروح نادي الزمالك دلوقتي هيبقى اضافه. ليه؟ لان الزمالك محتاج لعيبه كتير جدا. الفرقه بامانه السنه اللي فاتت لا محتاجه لعيبه كتير، وبدايه السنه دي محتاجه في مراكز كتيره جدا، بس برضه في اماكن معينه كان لازم نادي الزمالك يفكر فيها. تجيب سردباك، لازم تجيب سردباك قوي، يعني ده مركز مهم بالنسبه لك جدا يعني. تمام. كابتن احمد ابو مسلم مساء الفل. مساء الفل يا استاذ محمد. لسه بتران على مالي؟ طبعا. ولا وانا مالي؟ لا لا مالي طبعا، بس في النقطه اللي كنا بنتكلم كنت بفرح هيكسبها. لا متوقعش، متوقعتش. لا بس الدنيا صعبه شويه. مالي اقوى كمان، مالي المفاتيح او اللعيبه اللي عندها مميزين، خط الهجوم بتاعهم بيعمل الهجمه المرتده. كنت عشان اللعيبه بتتكلم فرنساوي معاك؟ طبعا متعاطف شويه مع اللون بتاعي. النقطه اللي فاتت بقى اللي انت كنت بتتكلم فيها، احنا قاعدين العالم كله، احنا غيرنا قانون كره القدم سنه كاس العالم 90. كنا ده بوظنا الماتش، والناس كلها طلعت قالت ازاي الناس بتلعب كده كاس العالم. الدفاع الدفاع غيروا. فانت بتتكلم على مصر بقى. لا مصر غيرت كل القوانين. شفت كابتن شوبير اكتر واحد جري بالكوره؟ طبعا ده احنا قعدنا
الراجل بتاع انجلترا قال لك انتوا بتلعبوا لعب غريب فعشان كده غيروا. اه طبعا حارس المرمى اكتر كان وقتها تقدر تمشي بالكره عادي وتمسك الكوره وتسيبها وتمسكها وكان وقتها عشان احنا المصريين عشان كانوا يعني دي حاجه بسيطه. احنا من زماننا بقى لنا كتير جدا من سنه كاس العالم مع ان كاس العالم اللي انت بتتكلم فيه ده وماتش ايرلندا كان فيه لعيبه في الملعب جامده جدا طبعا وعندها مهارات عاليه جدا يعني كان يعني ولما لعبنا قدام هولندا وبدلنا بالهجوم واشتغلنا كان لنا شكل جامد جدا. ما اكيد بس احنا كنا بنتكلم وكان معانا مدير فني كمان محترم عنده شخصيه محمود الجوهري وكان بيعمل حاجات دلوقتي لسه بيتعلموها منه اللي انت بتدافع كويس وبعد كده بتبتدي تشتغل بالهجمه المرتده فدي كلها كانت وبعد كاس العالم غير افكاره شويه كابتن جوهري زود النهج من الضغوط اه من الضغوط انت كنت عارف برضك اللي هو كان مخه كويس شويه بس الضغوط اللي حواليه كانت موجوده وكان حاجه ثانيه كمان كابتن جوهري قائد راجل جيش فكان جنرال يعني. اه جنرال فكان اي حاجه بتحس بها شويه عشان عاطفي شويه ازيد من هنا فكان بيسمع شويه في الفتره اللي احنا فيها دي شايفين سكون يعني شايف يعني انا مش متخيل لحد دلوقتي القرار اللي اتلم اتحاد الكره ده انا مش فاهم يعني انت جاي حتى تقول انا وفرنا كل حاجه وعملنا كل حاجه طب ما ده طبيعي ده دورك انت ما عملتش حاجه اكسترا يعني لا ما وفروش كل حاجه انا اختلف معاك في دي باخد راي كابتن وليد في نفس الجمله دي سأل فور كابتن حبيبي استاذ محمد اخبارك ايه الحمد لله تمام والله حتى الكره في البيان زي ما قال كابتن احمد ابو مسلم في جمله انا حتى امبارح وانا بقى يعني بقول عن البيان للناس وقفت قدام السطر ده رغم ان احنا قمنا بكل متطلبات المنتخب فهل اتحاد الكوره المتطلبات انه يوفر فندق ويوفر اتوبيس ويوفر الملابس ويوفر قاعه للمدرب ولا المتطلبات انك تختار الكوتش صح وانك تتابع ادائه ويبقى فيه مشروع بجد او بلان بجد وكل شهرين ثلاثه تراقب تنفذ ما تنفذش بتقعد بتقول له ليه وازاي ولو ما نفذش يمشي يعني هو المتطلبات ايه؟ هل توفير الحاجات دي اللي هي الملاعب ولا الطياره الخاصه هو ده المتطلبات ولا المراقبه والمتابعه في المراقبه والمتابعه فقط لا غير ده دوره وده ما حصلش دوره ان انت بتراقب ودورك ان انت بتجيب المدير الفني لمنتخب البلد ومن اول دقيقه انت محدد معاه المخطط بتاعه من اول دقيقه المفروض هتعمل ايه والورق قدامي والعقد قدامي وبمضي العقد وباخد موافقه قرار مجلس اداره بالعقد الكارثه اللي احنا عارفينه لفيتوريا لكن حتة المساندة اللي هو اوتيلات وطيارات والكلام ده حاجات ادارية لازم تعملها اصلا وطول عمرها موجودة اصلا طول عمرها موجودة سواء موجود او مش موجود يعني اي حد موجود يبقى يعني انت ايام لعبت في المنتخبات كان في فنادق برضه نظيفة وكان في ملاعب لازم ده امر طبيعي لكن انت وفرت ايه ما جاش زمان مرة مثلا ما لقيتش شنطة لبسك ما حصلتش لا يعني. ما فيش الكلام ده لكن انت بتقول وفرت ايه انت وفرت ايه انا كشعب مصري وكجمهور كورة انا عايز مدير فني عايز منتخب جيد عايز مدير فني طبعا ده البيان قدامنا على الهواء عنده شخصيه عنده قرار مش بيسمع للميديا وبيغير انت ما وفرتش الكلام ده زائد حته العقد وبعدين حته البيان هو انت بتعتذر ليه ايه بتعتذر ليه يعني انت بتعتذر ليه انت راجل غلطت ولازم تتحاسب وغلطت غلط كبير المنظومه كلها غلطت غلط كبير ان انت بتعمل عقد كبير لراجل مدرب ما مسكش منتخب قبل كده يبقى انت وفرت لي ايه طب ما بالرقم اللي انت بتطلعه 240 الف يورو 240 يبقى دي الحاجه اللي طلع طلع 240 الف يورو وانا كنا زعلانين على 200 طلع 240 الف 240 الف اكتر من الراجل بتاع الارجنتين بتاع المنتخب الارجنتين باخد اكتر منه وهو لما كان 200 اصلا كان اكتر منه ايوه كان اكتر منه ب 100 ولا 200 لكن دلوقتي يعني انت ازاي بتعمل راجل بتجيب راجل يعني هو معدي 4 مليون يورو اللي خده حتى الان انت ما دخلش افريقيا ولا لعب ولا يعني مسك كذا نادي ولا مسك منتخب حتى ضعيف ايه ده انت ازاي تجيب اصلا سي في منتخب مصر داخل على بطوله لمدرب اصلا ما مسكش منتخب قبل كده طيب كابتن سيد معوض هاخدك لنفس السؤال ده قضيه مهمه جدا في اتحاد الكوره هنتكلم عن افريقيا الاول وبعدين نخش بقى على حوادثنا المحليه. يعني في البيان احنا قريت امبارح البيان لكن الجمله دي عدم تحقيق طموح الجماهير بيعتذروا عدم تحقيق طموح الجماهير المصريه واهداف مجلس الاداره الاتحاد المصري لكره القدم والذي قام بالدور المنوط به من تلبيه جميع المتطلبات وتوفير كل السبل الخاصه لاعداد المنتخب قبل واثناء البطوله. ماذا تعني هذه الجملة؟
انا بس يعني هي النقطه توضيحيه شويه، هو توقيت البيان امتى؟ بعد الهنا بسنه. لا هو بعد خروج المغرب والسنغال. لولا خروج المغرب او السنغال ما كانش يقول لك المنتخبات الكبيره ما بتخرج زينا. لولا خروج المغرب والسنغال ما كانش هيبقى في باين. خلينا نعترف بالنقطه دي، لان هو الاعتذار كان لازم بعد المباراه مباشره من الكل، من المدير الفني. كان زي ما الجزائر عمل وزي ما المغرب عمل وكل المنتخبات عملت، حتى يعني تونس، حتى السنغال. اي حد مدرب تونس اول ما اتسال في المؤتمر الصحفي بعد المباراه بتاع الخروج قال انا والله عقدي فيه ان انا لو ما حققتش، لو ما صعدتش في كاس الامم فانا ممكن. بس فيكتوريا رد يا سيد، فيكتوريا رد وقال ننسى ده ونكمل في الجاي. انا ما بتكلمش على الكلام، بتكلم على الاعتذار. هو لازم يعتذر. مش الاتحاد، انا بتكلم على فيكتوريا نفسه. الاتحاد هو لازم. لا الاتحاد اعتذر ولا فيكتوريا اعتذر؟ هو لا اعتذر بعدها. واعتذر يعني في المؤتمر. لا ده فيكتوريا اعتبر عادي يعني، قال لك لو بيتكلم عادي بطوله وعدت ونقدر نبني عليها الفتره الجايه. ما اعتذرش. قصدي يعني هو ما اعتذرش. الطبيعي ان انت بتخرج في المؤتمر تعتذر وبعد كده تشوف هتعمل ايه. ما اعتذرش، انا مش هو مش عارف حجم الازمه اللي عملها، لان النقطه اللي انت بتقول عليها انا برجعك للنقطه اللي انت بتتكلم عليها، الاهداف اللي احنا كنا نحققها. احنا من اول يوم اتكلمنا على المؤتمر الصحفي اللي اتعمل لفيكتوريا اول ما جاء المشروع هو ما قالش، وده كان تبرير ليه 4 سنين. يعني هو اتحاد الكره بيبرر ليه 4 سنين بجمله المشروع. المشروع ده الحاجات بتاعته او اركانه او بنوده ما تمش ايضاح، يعني احنا ما سمعناهاش. يعني هو ايه المشروع؟ يعني هو المشروع ده كان لازم ينفصل لكذا حاجه. انا والله عندي طريقه لعب المنتخب هتبقى الشكل الفلاني، هخلي المنتخب الاولمبي يبقى قريب مني، في هدخل حوالي 5 أو 6 لعيبه يلعبوا معايا كاس الامم اعمارهم تناسب ان هم يكملوا معايا كاس العالم، بحيث ان انا في كاس العالم يبقى دخل عليا 11 12 لعيب جداد ما كانوش في المنتخب قبل كده، هقلل اعمار المنتخب خلال سنتين، هلعب كاس الامم واوصل لحد دور الثمانيه مثلا او دور الاربعه، ده اللي انا منوط بيه. انما الاهم بالنسبه لي ان انا بجهز لكاس العالم عشان انا مضي 4 سنين. انما كل الكلام ده ما تمش ايضاحه. كنا حتى اتكلمنا هنا قبل ما كتير. هو قبل ما يروح كاس على مدار السنه كنا بنتكلم، احنا كنا بنتكلم فيها كتير جدا قبل ما اتكلم. اما هو طلع في مؤتمر برضه واتكلم وقال انا رايح كاس الامم ان شاء الله هاخد البطوله وانا هعمل. انا قلت لك ايه واحنا قاعدين هنا؟ اكبر غلط ان هو يقول كده. ما تقولش الكلام ده دلوقتي، قول اهدافك الحقيقيه. اهدافك الحقيقيه انا بجهز لكاس العالم، بس اهدافك الحقيقيه دي لازم بين قوسين يبقى في دليل عليها. دليل عليها الواقع. انا شايفها يعني ما تقوليش ان انا بجهز لكاس العالم واخد معايا 8 لعيبه فوق ال 30، يبقى انت بتهزر. او الكلام ده ضحك على الناس. لما تعالى معدل اعمار سنيه اعمار في البطوله كلها فهي 24 فرقه. انما دور الاتحاد، ان دور الاتحاد ينقسم لحاجتين، ان انت بتساعد المدير الفني في كل طلباته بتجهزها له، وبرضه بالنسبه للعيبه. وده اظن ان هو مع اي حد موجود. يعني انت وصلت، انا ما بتكلمش على قبل كده كمان، خلال الخمس ست سنين اللي فاتوا المنتخب بقى شيء منفصل، يعني كل حاجه موجبه معنى صح. يعني ما تتكلمش في موضوع السفريات ولا اوتيل ولا اجهزه طبيه ولا كل الكلام ده متاح في منتخب مصر. انت معدي المرحله دي، انت من المنتخبات اللي بتصرف فلوس كتيره جدا على اللعيبه على التجهيزات على كل حاجه، فانت الامور دي مفروغ منها. انما هي الحاجات التانيه دي انا مش عارف ايه مثلا المساعده لمدير فني غير ان انت هتنفذ له طلباته. النقطه التانيه انت كنت بتتكلم ان انت تراقب المدير الفني. هو انت جبت مدير فني انت المفروض واثق فيه وهو ايه بمعنى اصح بيع لك المشروع بتاعه اللي هو هينفذه، مش لسه هتشوفه ايه ده هو ليه كويس ولا وحش. انا مش بجربه. طب هو ما نفذش حاجه، شوف افترض كل 3 شهور، لان هو ما وضحش حتى لو ما وضحش لينا في الميديا، بس مفترض انه موضح لمجلس الاداره. ما لو وضح لمجلس الاداره كان طلع لنا. يبقى ده هزار بقى. يبقى اذا هذا السطر مش في مكانه. طبعا مش في مكان. المتطلبات مش اتوبيس. انا لو ماسك اتحاد الكوره ما اوفر الاتوبيس والملعب والفندق، ما كل ده متاح ولا حاجه يعني. كده ده طبيعي، ده طبيعي في الكوره. هو انت عملت اكسترا يعني يعني اي حد لو مسك اتحاد الكوره كده ده في ادارات منتخبات بتعمل الكلام ده كله، بس الامور دي مفروغ منها. طيب دكتور وليد، المشروع بقى لفظ المشروع بره مصر،
يعني اكيد في دول اوروبيه كتير عملت مش عندها بلان ل 10 سنين، يعني المانيا عملت كده وفرنسا عملت كده واسبانيا عملت كده وبلجيكا، يعني المنتخبات فيها مش كده؟ ادينا نموذج كده ونموذج ناجح. يعني هو احنا مشكلتنا ان احنا لا بنتفرج ولا بنتعلم ولا بنحاول حتى. يعني انا اسهل حاجه في الدنيا ان انت تكوبي مشروع او تكوبي بلان او تكوبي ده اسهل حاجه في الدنيا، ان انت تشوف الناس بتعمل ايه بره وحتى ما تفكرش. قلد. خليك مش عايزك تفكر يعني. انا مش عايزك تفكر ولا تبدع ولا توريني عصاره فكرك، انا عايزك تنقل كوبي بيست زي ما كل الناس بتنقل وانت لو نقلت. وعلى فكره ده بيحصل في كل المجالات مش بس في الكوره، طبعا في الرياضه يعني طبعاً. في الصناعه، في الاستثمار، في الاقتصاد، في الفن، بتحصل كده الحاجات الناجحه. حتى في المدرسه لما يكون واحد بليد ما اعرفش حاجه خالص بيكتب اي حاجه جنب واحد صاحبه خلاص. ده احنا حتى لو قرينا في التاريخ في في العموم بعيدا عن الرياضه، ما هم الناس في اوروبا تقدموا ازاي لما نقلوا وعملوا كوبي للعلم العربي اللي كان في القرون الوسطى، فنقلوا فتقدموا وتطوروا. فانا مش عايز منك تفكر ولا تعمل لي مؤتمرات وابحاث وتنقل. انت عندك دلوقتي مثلا يعني على سبيل المثال منتخب زي منتخب انجلترا مثلا اللي احنا كلنا بنتفرج على الدوري بتاعها ومتابعينها وحافظينها ولغه انجليزيه مش هتجيب لها مترجم، حتى كل الناس بتتكلم انجليزي. انجلترا عارفين ان هي من 66 لما خدت كاس العالم من ساعتها لا بتاخد بطوله كبيره ولا بتنافس ودايما بعيد منتخبات يعني زيرو على مستوى المنتخب. الناس دي عملت مشروع من حوالي 10 15 سنه قالت ان احنا علشان نرجع او نفوز احنا اللي اخترعنا كره القدم عشان نكسب بطولات كبيره وناخد كاس عالم لازم نبدا من الصفر، لازم نبدا من المنتخبات الصغيره. هم اصحاب الدوري الانجليزي اهم دوري في العالم في اخر طبعا 50 سنه اللي هم يعني كريم دولا كريم في الكوره، بس هم ما لقوش طريقه يرجعوا بيها الا لما يبداوا من الصفر. وفعلا لو تلاحظ في اخر 10 سنين يا استاذ محمد تلاقي منتخب انجلترا او اخر 12 سنه منتخبات انجلترا من اول منتخب الناشئين بتاع 17 لحد ال 21 يا بتكسب يورو يا اما بتنافس يا بتكسب كاس عالم يا اما بتنافس. حتى المنتخب الاول يعني مختلف. بس ما هو المنتخب الاول ده ليه؟ ده نتاج المشروع. المنتخب الاول ده ظهر من ساعه كاس العالم 2018 بدا يرجع. قبل كده ما كانش في انجلترا، ما كانش في منتخب انجلترا، كان دايما يخرج من دور الثمانيه اقصى يبقى حقق انجاز على الرغم من انه كان عنده نجوم وسوبر ستارز، كان عنده لامبرد وكان عنده جيرارد وكان عنده مايكل اوين وكان عنده سوبر ستارز في كل الخطوط، بس في الاخر اساس المنتخب مش واضح المعالم، كان عندهم عشوائيه في تكوين المنتخب، اسامي تكسر الدنيا مع الانديه زي عندنا في مصر كده، لكن لما تيجي تلعب مع المنتخب الهارموني مش موجود، لانه ما مش نتاج مشروع واضح. ليه هو ليه جاري ساوث جيت اللي بيشتغل معاهم دلوقتي هو ليه مدربه؟ ايوه هي دي النقطه المهمه. كان ماسك ايه لانه قبل. كان ماسك في الناشئين والربى الجيل ده او الجيل ده طلع معاه فطلع معاهم لحد ما هو انا مش هقول لك يا سيدي انجلترا ولا هقول لك اسبانيا وازاي بيشتغلوا، هقول لك السنغال. يعني ابسط حاجه مش السنغال دي معانا في قاره افريقيا؟ مش هي اللي بتكسبنا وخرجتنا من كاس العالم وخرجتنا من افريقيا؟ مش هم دول اللي معلمين علينا في كل حاجه لحد الكره الشاطئيه بيكسبونا اخر سنتين تلاتة. يعني لو الاستاذ جمال علام ومجلسه لو قعدوا بس قبل مثلا ما يجيبوا روي فيتوريا او هم بيخططوا للكوره شافوا السنغال اللي كسبتنا دي كسبتنا ليه؟ كسبتنا علشان اليو سيسي ده الجيل اللي معاه ده اللي هم برضو السنغال دي بقى اكتر دوله زي نيجيريا او الكاميرون عندها محترفين في اوروبا. يعني اسهل حاجه لك احنا نلم شويه محترفين نعمل منتخب وننافس. لا ده هم جابوا اليو سيسي اللي كان مدرب منتخب اولمبي واشتغل مع الناس الناشئين اللي هم الجيل بتاع ساديو ماني ده اللي هو طلع معاه فاشتغل مساعد في المنتخب الاول طلع بيهم وبعدين بدا هو يمسك المنتخب باللعيبه اللي هو طلعها ساديو ماني بقى واسماعيل اثار وماتر صار وكل الشله بتوع دول تلاقي كلهم اعمارهم متقاربه في السن بالمدرب ده واشتغل بيهم اليو سيسي بدا معه. طبعا اليو سيسي كمان كان نيك كان سوبر ستار كان جيل 2002 برضه مش اي اسم وخلاص. ما هو في الاخر لما يكون في مدرب لمنتخب لازم يكون لازم لما مدرب يكلم ساديو ماني نجم ليفربول يقتنع بكلامه مش هتجيب له حد مجهول لانه كان سوبر ستار كان كابتن منتخب السنغال. فالراجل ده اشتغل ووصل للقمه بتاعته كان قمه مستوى السنغال في 2000 طبعا هو وصل كاس عالم 2018 الاول وبعدين وصل فاينل 19 ابسط حاجه بمنتخب فيه نجوم العالم ما خدتش كاس امم افريقيا ابسط حاجه اقاله يعني رئيس الاتحاد اقيل اسهل حاجه. وعلى فكره لو الناس ترجع للصحافه والمواقع السنغاليه وكده تلاقي سلخ الاليو سيسي بعد كاس الامم 2019 في مصر بس هم عشان عارفين ان عنده مشروع والموضوع مكتوب على ورق وواضح للكل سابوه وثقوا فيه والخطوات بتاعته بتتحقق واضحه بتتحقق. احنا فاينل خسرنا بهدف بالصدفه او بتاعه كان وان سايد جيم كسبوا بعدها امم افريقيا صعدوا لكاس العالم ومكملين. ف
فانت بالمناسبه الموضوع ده حصل معانا في مصر بس بالصدفه. جيل حسن شحاته، كابتن حسن شحاته اتعمل ازاي؟ ده ما كانش متخطط له، بس سبحان الله حاجه من عند ربنا. هو كان مدرب كمان، كان مدرب منتخب شباب. شوقي غريب كان مدرب منتخب شباب، حماده صدقي كان مدرب، والثلاثه بنفس الجيل بتاعهم طلعوا، وكابتن احمد سليمان كان معاه جهزكم، طلعوا مع بعض بنفس المجموعه بنفس الجيل اللي دربوهم، فعملوا كل الانجازات دي. طب ما انت عندك تجربه في مصر ما تبص لها وطبقها، يعني ده انت عندك تجربه افريقيه وتجربه عندك وتجارب اوروبيه، انقل يا سيدي. مش عايز انت قلت وليد، ما انت قلت في وسط الكلام هي كانت بالصدفه خلاص يعني وحصلت ما يعني تعملها تاني الكلام ده يعني. لو في حد بقى بيقرا يعني كان برضه محتاج حد يقرا الكلام ده ده المعروف يا استاذ محمد، هو مش محتاج حد يقرا، هو محتاج حد عنده الحد الادنى من التفكير. طب كابتن احمد ابو مسلم، انت مع رحيل الاتحاد ولا استمراره لغايه شهر 8؟ مع الوضع في الاعتبار برضه ان هناك اعتبارات اخرى لاستمرارهم، ان المجلس ده لو مشي مفيش لجنه هتيجي، هيدير الاتحاد مدير الاتحاد فقط، يعني كده كده الست شهور اللي جايين ما تقدرش تجيب مجلس جديد. دي المشكله اللي احنا بنحاول نصدر الاسوء ونرجع تاني للفيلم التاني القديم اللي هو مدير التنفيذي استاذ وليد العطار هو اللي يجيب كده. ما احنا بنرجع للاسوء بنمرر الاسوء. انا بتكلم زي ما هم نزلوا بيان، يعني في فرض عين دلوقتي. طبعا انا بتكلم دلوقتي، انت دلوقتي نزلت البيان خلاص، قالت الناس زي ما موجوده. الاتحاد المغربي خلاص الراجل مشي، والراجل ده اصلا المفروض رابع العالم، يعني الراجل دوت عمل يعني ليه رصيد عند الجماهير هناك والناس بتحبه، وعامل طفره كبيره في المنتخب المغربي، فمفروض انت تقلده على الاقل تمشي. الراجل على طول من مكانه، يعني المفروض اصلا الناس تصبر عليه بقى، يعني ده عدم توفيق ان هو واخد رابع العالم، ده عدم توفيق خلاص حصلت معاه، خلاص الراجل استقال. حصل ماتش كويس وبدع بينالتي اخر خمس دقايق وسوء توفيق، يعني وارد انت اليوم دوت ما كنتش موافق، والراجل يعني من نفسه كده واخد نفسه من غير احراج وبعيد عن المسؤوليه وراح ماشي. بتتكلم برضك على السنغال نفس الفيلم، بتتكلم على مثلا جينا نتكلم تونس، المستوى طبعا طبيعي، المدير الفني مشي، الناس كلها بتمشي، اشمعنى احنا متشبثين بالكراسي؟ يعني انا مش عارف افهم، يعني انت ولا بقالك فتره الاتحاد هو ما عملش طفره الكره المصريه، منتخبات ناشئين مش موجوده، منتخبات شباب مش موجوده، منتخب اولمبي مش موجود، جبت مشروع حتى النسائيه الشاطئيه كل ده طلع، الوحيد المنتخب الاولمبي بتاع ميكالي هو اللي موجود كده عشان اللعيبه عنده لسه ما شفناش في الدار الاولمبيه اللي هيحصل. انا بكلمك يعني هو وصل الاولمبيات عشان عنده عناصر مميزه، بتتكلم مثلا على اسامه فيصل، بتتكلم على ابراهيم عادل، عندهم حلول، فهم دول اللي تقلوا المنتخب، غير كده احنا مش عندنا اي حاجه. المشروع اللي بيتكلم عليه استاذ فيكتوريا ده زي ما قلت لحضرتك ده فنكوش للكره المصريه، ده موجود كده، ده ما عندوش اي حلول، ما عندوش اي ظاهره، حتى ما عندوش اي كاريزما موجوده مع اللعيبه. يعني في حتى مدير فني ما تيجي عليه الكاميرا يبقى مشدود، يزعق اللعيبه، تحس ان انت عندك مدير فني. طب انا كابتن وليد بدا يتردد كده في الكواليس كيروش، يعني هو صاحب تجربه في مصر فشفناه، وكيروش جه ست شهور بس، يعني جه انا متذكر بعد الجهاز بتاع كابتن حسام البدري والكابتن سيد كان موجود شهر 9 جه كيروش مش كده؟ ومشي في شهر 4، يعني قعد ست شهور لعب بطوله عربيه، وصل فاينل افريقيا، كان في الاخر ماتش في تصفيات كاس العالم، وكان يعني سجال بينه وبين السنغال، يعني كسب هنا واحد وخسر هناك واحد، وركلات جزاء وفاينل ركلات جزاء والكلام ده، يعني كان ممكن يكسب ركلات جزاء في الاخر، كان ممكن يكسب يعني. وبيتقال ان هو كان صاحب شخصيه قويه، وكان عامل بلان حقيقي، وكان عايز يعمل تطوير للمسابقات، وكان عايز يعمل تطوير للمنتخبات، وهو كمان يتحكم في تعيين مدربين للمنتخبات، وبحيث ان كل الامور تمشي بنظام سيستم واحد. فبدا يتردد اسم كيروش، هل لما تسمع الكلام ده تنحاز لفكره كيروش، ولا تغامر بمدرب جديد، ولا مدرب وطني زي ما الناس بتقول، ولا ايه؟ بالنسبه لكيروش انا بحبه، مدرب كويس، وكان عنده فعلا بلان، وكان شخصيته قويه وباينه، عشان كده هم ما حبوهوش. ما هو كيروش من تاني يوم جم، شخصيته قويه، عارف كده، من تاني يوم شخصيته جم النهارده، تاني يوم راحوا للتمرين ما رضيش انزلهم من الملعب، قال لهم يقعدوا هناك تحت عند اوضه اللبس وانا هاجي لهم هناك، بس كده خلاص. خلاص تاني يوم ايوه، ما هو ولغى مكتبه في الاتحاد، عارف كده، ما هو وعمل في الفندق اوضه، مشوه ليه؟ طيب ما قبلوهوش ليه؟ فصل كل حاجه، ما عشان شخصيته قويه، الراجل عايز يشتغل، الراجل بتاع كوره، ماليش في الاداريات، انا جاي للملعب تعمل معايا ايه؟ فهو حاطط قدامه في هدف قدامه، انت المفروض كاتحاد كوره تسنده، والراجل شغال بشكل كويس، لانه النجاح في الاخر هينصب لك، ما هيجي عليك، لكن انت تبيع الراجل ولا عشان ده كانوا هم اللي جايبينه، يعني كان احمد المهندس احمد مجاهد اللي كان جايبه، فعشان ما يحسبلوش بعد كده اي نجاح لاحمد مجاهد،
يعني ما انت عارف عارف لو وصلت لكده يا استاذ محمد يبقى احنا فشله. والله طب انا اراهنك ان هي جزء منها كده. احنا فشله. ده خسر من نيجيريا سربوا له عقد. ايوه. خسر اول ماتش في كاس الامم الافريقيه سربوا عقده للميديا يقولوا لهم الشرط الجزائي كذا اصل احنا بعد هنقيله كذا سربوه علن. هو في كده. وبالنسبه لفيتوريا في الراجل في كاس امم افريقيه محدش قادر يطلع عقده. عقده 240 ها؟ لا ده هم كانوا بيضحكوا علينا كمان كان بيقول لك 200 يعني المجلس يعني انت شايف ان كيروش ممكن يبقى حل كويس؟ هيجي حل كويس جدا جدا بس هم مش هيقبلوه لان مش هيبقى لهم دور. بص دلوقتي هم مش هم بص هم ست شهور منظر اكيد. انا بقول لك الكواليس يعني. لا بس ما هو مين اللي هيمشي فيتوريا؟ مين اللي هيدفع الفلوس لفيتوريا؟ ما هو ده السؤال. هتدفع الاتحاد. الاتحاد هيدفعها؟ هو معاه فلوس يدفعها؟ من الشركه الراعيه. ما الوزير ليه تصريح قال لك الدوله لا تدفع لا تتدخل في مرتبات فيتوريا. الشركه الراعيه. الشركه الراعيه اللي بتدفع. ما هي الشركه الراعيه بتدفع ما هو مخصما من المستحقات للاتحاد. طب هم سايبينه لحد دلوقتي ليه؟ وخد بالك الشركه الراعيه ده موضوع كبير. طب يعني انا برضو سؤال اللي هو اديك انطباع عن الشله اللي بتدير المنتخب. طبعا ما هو هي شلل يعني. هي شلل يا كابتن سيد. هي شلل كابتن سيد. نمت منك شايل. سيد عارف الشلل. نمت منك في دي. نمت مني. انت عارف يا استاذ محمد عندك توضيح ليها ولا ليه؟ سألني اجاوبك. ان الشركه الراعيه اللي بتدفع ما اعرفش عقد الشركه الراعيه اصلا يعني مش معلن بالنسبه لي يعني ما عنديش معلومه عنه. مثلا هو مين الاتحاد اللي تحب ياخد قد ايه في السنه؟ من الشركه اللي بترعى المنتخبات وعندها ايه؟ هي الشركه اللي هي ايبوما. خلص علينا ده. تقول ابو اسامه ما بيقولش اسماء شركات يا عم. ما هو المنتخب يعني ما هو معروف. اعلان ده كده اعلان يعني. طب ما انت ما تذيع دلوقتي المنتخب هتلاقي لابس تيشيرت معلن للاعلان. كابتن سيد فاهم انا عايز اقول ايه. كابتن سيد بص فاهم كويس جدا بس بيعمل طيب بيعمل فنت عامل من بنها بس انا من الفيوم. فيوم وبنها جنب بعض بعيد شويه. فابحث يعني ده موضوع تاني بنتكلم فيه بعدين ده موضوع كبير. طب انا ممكن ادخل في حته بس اللي هي بتاع فيتوريا والاتحاد ومين يمشي او مين يقعد يعني. بس انا عارف ان الكلام ده ما بيجيبش مع الناس عامه يعني. يعني يجيب مع الناس ان انا اقول كلمه غلط على حد بتاع فهي دي اللي بتبقى حلوه. هي النقطه مش الاهم مين اللي يمشي. الاهم انت هتعمل ايه ومش الاهم مين يجي. ما كروش حتى هو موجود احنا كنا بننتقد نقد فني وكان في بعض الماتشات وحشه جدا بس هو كان عنده بلان. وهي النقطه كروش برضو خلي بالك عشان الامور تبقى واضحه دي حقيقه يعني. هو يعني مش عشان تاني يوم اول ما جم طلعهم بره كده لله والوطن. هو اتقال له ان في ناس لان هو قبل ما ما هم يجوا لا قبل ما يجوا كانوا خد بالك هم بيظهروا في الاعلام. فهو اتقال له ان الناس دي اتكلمت عليك وعلى ادائك في الاعلام. فهو البرتغاليين خد بالك بس يعني فهو قلبهم اسود يعني. انت جيت النهارده فاتقال لك وليد وزايد اتكلموا عليك واحنا اتعيننا النهارده فهتيجي تقابلنا ازاي؟ البرتغاليين بالذات هتعاملنا ازاي؟ بيذاكروا الاعلام كويس. عارف ان دول قالوا عليه من اسبوع او 10 ايام قبل ما يكونوا موجودين قالوا عليه كلام فني. فهو خد النقطه انه طب تعالوا على جنب بقى عشان ايه؟ يبقوا بعاد عن اي حاجه. فبعدهم من النقطه دي. طب ما دي برضه رؤيه منه هيفشلوه. لا اذا كان رايهم كده ولا هم اللي بيديروا فجاه. لا رايهم الفني ما الراي الفني قبل ما تدخل حاجه واول ما تدخل هيبقى حاجه تانية. يعني قبل ما تدخل انت احنا بننتقد دلوقتي واحنا بره. هو ما استناش وخد الانطباع. هو خد الانطباع تعالوا على جنب بقى عشان ايه؟ ابدا انا اتعامل مع نفسي. انما هو واضح ومن كلامه ومن الناس اللي حواليه كلها ان هو كان عنده رؤيه فعلا. يعني انت قلت نقطه مهمه جدا. هو الراجل كان بيتكلم انا اللي عرفته بعد ما هو مشي كان حاطط لسته بلاعيبه مصر كلها اللي بره الصغيرين واللعيبه اللي موجودين جوه مصر. وهو بيقول ان ده مثلا وليد بعد سنتين لازم يبقى في المنتخب ده. هو اصلا لعيب صغير جدا. وبيقول وليد يعني لازم كان بيتابع كمان كان عامل لسته بكل كل 15 و16 و17 كل الاعمار اللي كانت موجوده في مصر. طب ازاي هو شافهم فين؟
اتفرج على المنتخبات، ما في منتخبات كانت بتلعب، في منتخب شباب وفي منتخب ناشئين كان بيتابع كل الحاجات دي، منتخب شباب وناشئين وبعد كده اتعمل اولمبي. كان بيتابع كل الكلام ده، كل الكلام ده، وكان محدد اسماء المدربين اللي هيمسكوا، كان محدد اسم المنتخب الاولمبي واسم المنتخب الشباب. مدربين ايه، اجانب ولا مصريين؟ مصريين. وهيدخلوا معاه وهم هيكملوا السيستم بتاعه. وليد مثلا هيبقى ماسك المنتخب الاولمبي، فده اللي تحت المنتخب الاول هيطلع لنا لعيبه عندنا مشكله. المدرب عارفهم من ايه؟ من جهازه مثلا؟ جزء من جهازه وجزء من بره. طب كان متابع كمان المدربين؟ كان متابع. طب ده برضك بيسمع، هتبقى بقى المعارف والصحاب هنا كده بقى المدربين. لا يا جماعه كده، لا ده معناه انه الراجل قاعد. اقول لك على حاجه، بس انا قاعد يتابع ليه؟ انا ما بحبش اطلع الكلام. مبدئيا محمد شوقي كان هيبقى مدرب المنتخب الاولمبي، كانش هيبقى مكالي، هو اللي كان هيبقى تحت كروش عشان هو اتعامل معاه، فكان هيخليه مدرب. يعني هو كانه هو هيد كوتش فوق ودول في كل المنتخبات زي كل المنتخبات. وده الطبيعي على فكره، ده الطبيعي في الكوره، ان انت تبقى عامل سيستم للبلد كلها تبقى مش عليه. المسابقات كان هيتدخل فيها، سيبك من كروش نفسه، هو الطبيعي اي حد يجي هنا لازم يعمل كده لسبب واحد، لان انت زيطه. ايوه بس انت عارف لو انت كويس انت 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 احنا مشكلتنا هيديك ظهره. انت ما لو انت ماشي كويس هيديك ظهره. مشكلتنا في مصر مش قادر ان احنا دهره. فاكرين ان احنا محتاجين مدير فني وبس. يعني محتاجين مدرب بس يمرن اللعيبه وهو ده كل حاجه. لا، انت محتاج سيستم، محتاج واحد يجي يخطط لك. يبقى انا مش عايز اسمع بكره هنعمل ايه، لا قول لي بعد 4 سنين احنا هنبقى فين. قول لي هيبقى كام لعيب موجودين عندي بره مصر، كام لعيب صغير هيبقوا موجودين في المنتخب الاول. انما هتقول لي بكره انا هجيب لك البطوله الجايه، اي حد دلوقتي لو مسك مكان فيتوريا وقال لك هصعد كاس عالم، ما انت هتصعد كاس عالم. صح. وفي حد مش هيصعد كاس عالم. صح. يعني انت في ماتشات لو ما رحتهاش هتصعد كاس عالم. كل الماتشات اصلا برضه والله هتصعد كاس عالم، بس هي النقطه هتعمل ايه بقى في كاس العالم؟ 48 منتخب، يعني اصلا ده دوري المجموعات، هتلاقي فرق معاك انت ما تسمعش عنها حاجه وهتخسر 6 و7 ما تسمعش عنها حاجه. فالطبيعي ان انت بتعمل حاجه لبعد كده. فالنقطه مش فيتوريا والاتحاد، والنقطه برضو اللي انت قلتها بتاع ان الاتحاد يمشي وتيجي لجنه وبتاع، القصه دي صعبه دوامه، القصه دي صعبه وهتفضل. لا، افرزت في الاخر ايه بعد سنتين يعني ونص. هتفضل فيها مشاكل كتيره جدا، احنا لنا تحفظات كتيره عليه كل شويه. لا هتلاقي والفيفا هو اللي بيتحكم، وتبدا تقول الفيفا هو اللي بيدفع المرتبات، علاقه اكبر بالفيفا هو اللي بيدفع المرتبات للناس اللي موجوده. وهنخش في القصه من اولها تاني. صح، تشتغل بقى. صح، اللي هو الدخل الحكومي. وليد، في مؤتمر صحفي او في اجتماع مجلس اداره لاتحاد الكوره يوم الاحد عشان يعلنوا القرار النهائي فيما يخص فيتوريا والفتره الجايه، متوقع ايه؟ يعني خلاص فيتوريا اعتبروه مشي. ما اعتقدش انه يبقى في الفتره الجايه بقى. هي الفكره بعد قرار اقاله فيتوريا المنتظر، هم هيعملوا ايه؟ يعني هيعملوا ايه مع المنتخب؟ رؤيتهم ايه للمدرب الجاي؟ هيختاروه ازاي؟ وهو المدرب اللي جاي ده انا مش عايز اقول مصري ولا اجنبي، وهو مش هيختاروا. لازم اجنبي يا وليد، لازم اجنبي، مفيش مصري. بقول لك ايه، أنا لازم هيقعدوا منظر الست شهور دول. طبعا. لا ده في نقطه كمان، هيختاروا ولا هيجيبوا ولا هيودوا؟ بص، هو الدكتور اشرف صبحي اللي هيجيب. طب وبيني وبينك، والله يا ريت نتمنى دكتور اشرف صبحي ما نصح بكيروش. مع ان انا كنت بهاجم جدا كيروش، ما احيانا ما امر طبيعي، انما هو الدكتور اشرف الواحد بس لما يرجع فيدباك وراه. ايوه، فاكر انت كابتن سيد الدكتور قال على كان عايز خليك على في تصريحات على نية على مايك، وهو يعني. هم حتى لما مشوا ما معناش فلوس دولارات ولا يورو، جابوا كابتن ايهاب جلال وشهر ومشوه، قام جابوا الفلوس ظهرت فجاه بضعف مرتب كيروش. فيتوريا جاي بضعف ده فين مرتب كيروش؟ لا بس هو انا عايز اسال حاجه، هو انا ليه كل شويه نرجع للماضي؟ ما يعني كروش ما خلاص الصفحه اتقفلت، نشوف مدرسه ثانيه. لا هو مدرسه النهارده برضه، هو عشان هو احنا كويس. جربنا ماشي، بس احنا عندنا في احسن وفي مدرسه يعني انت عارف دلوقتي لو مثلا يعني الزمالك لو فيريرا لسه عنده قدره على العطاء مثلا، فيريرا المدير الفني عشان كان موجود والزمالك مع التركيبه اللي بتحصل دي، وعندك قدره انك تجيب لو لسه عنده، هو طبعا كبر طبعا زي مانويل جوزيه، الناس دي كبرت في السن، لكن لو كان لسه عنده قدره على العطاء، هل مش انت هتقول ان هو افضل حد يمسك الزمالك في المرحله؟ طبيعي، بس انا جربت غير الناس وشفت، وهو اشتغل في نفس اجواء مشابهه. أيوة، ولاعيبه جديده وعمل توليفه وتركيبه مرتين قبل كده. تمام، هو عشان عارف اللعيبه بقى، وعارف وهو كان اصلا كويس، وهو سيد هو ليه يعني اللي قريب من الاتحاد، يعني كابتن سيد قال كلام وعنده خطه اول مره يتقال. ان هو مدربين كان مجهز بلان كامل للمدربين والمساعدين والمنتخبات، يعني كان حاطط بلان كبير. فكره انت بتختار مقومات مش اسم دلوقتي، اكيد التفاصيل دي كان عند وزير الشباب وقتها، عشان كده هو كان متحمس
ان كيروش يكمل. فاذا كان حد عنده الفيجن دي واشتغل معاك وده وخد بالك برضو سيبك من كل الكلام الكبير ده على مستوى حتى الفنيات، كيروش خد بالك طلع مجموعه من اللعيبه يعني هو طلع عبد المنعم، عمر كمال عبد الواحد، فاكر انت بطوله الاردن طلع ناس مميزه بيدور. في ناس انا اول مره كنت اسمع احمد رفعت ظهر في بطوله الاردن، حسين فيصل حسين فيصل حسين فيصل اسمه ايه داوود اللي هو الباك ليفت بتاع امبي ده كان اسمه ايه مش كده مروان داوود، مروان داوود لو تفتكروا في لعيبه كتير، هو عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم الفكره اللي هو بيدور في مرحله خلصت بنشوف حد احسن، احنا عايزين حد يطور زي راجل فرنساوي ما خدش برصوته كامل. هو كويس وقصدي ان كيروش انت اولا مش بسعر فيتوريا، في الرقم مش ضخم. تاني حاجه ان هو كان عنده فيجن، تالت حاجه حقق معاك شكل الى حد ما مرضي. طب ما احنا ممكن نجيب نفس المنظر ده كتير جدا موجودين على الساحه يعني كاس الامم دي، في ناس كتير مشيت ناس محترمه. ما انت تجيب مثلا راجل فرنساوي لان فارد ما موجود دوت يعمل لك شغل مختلف وسعره اقل من كده اللي هو رينارد. طبعا عنده تجربه كبيره جدا في الدوري، كويسين طبعا تجارب ناجحه كتير. وتاني حاجه اي حد هيجي لك اي مدير فني محترم هيجي هيبقى ليه البلان بتاعه، بس خد بالك مدير فني منتخب لحد شهر السيدات انا عارف يعني انا شهر 9 انا عارف، حتى كان في منتخب كوت ديفوار كان عايزه في شهر 6 كوت ديفوار كان عايزه يدير بس البطوله، الاتحاد الفرنساوي ما وافقش. فانا عارف، بس احنا بنتكلم ان احنا بعد كده احنا لسه المسافه بعيده، فليه ارجع كل شويه لما اجي ابص لورا تاني؟ لا ابتدي بقى اشتغل بقى اطور واشتغل زي ما احنا نقول. تاني حاجه الاجتماعي يوم الاحد لازم محدش يغيب من الناس الاعضاء كله. محدش يغيب؟ انت متوقع حد يغيب؟ انا بقول لحضرتك هو محدش يغيب، التنبيه اللي جه محدش يغيب. كل الناس تيجي؟ كل الناس تحضر. في استقاله ولا ايه؟ لا رسمي الناس كلها تحضر، محدش يغيب، مفيش اعذار. ما فيناش اعذار دي كابتن حسني. لا بقول لك اللي انا عارفه اللي ما فيش حد يغيب، يعني اللي هيقول لك عندي حاجه ما اعذار ولا كانت اسمها ايه الاغنيه؟ المعلومه اللي هو ما فيش حد يغيب، اي حد ما يقدرش يغيب الماتش اليوم. لا يا راجل. والله اللي هيغيب هيتمد من دلوقتي يعني هو اللي اتبعت ما حدش يقدر، ما حد كل الناس كلها موجوده يوم الاحد. ما حدش ما فيش اعذار خالص، لازم الناس كلها موجوده. ممكن الاتحاد يستقيل؟ ما اظنش، انا هو ما اظنش، هو الطبيعي اللي انت بقى خلاص بقى انت في حمامك القديم بقى، يعني هد بقى المعبد خالص وهات ناس عندها الشخصيه تقدر تدير الكره المصريه بشكل كويس. بس احنا عمالين نتعطل، احنا بقى لنا كابتن وليد يعني في ظل كل الاحداث دي والضغوط والانتقاد والكلام الكبير اللي قاعدين نقوله والاتحاد والمشاكل واحنا كمان قاعدين في الاستوداد بينه وبينك ننظر يعني طول الوقت احنا قاعدين برضو ننظر يعني، وتلاقي الاتحاد برضو يقوم عامل لك موقف اغرب من العجاب، انه يجي مثلا في القيد يمد، مفيش مشكله يمده طالما عندك قدره، انا ما عنديش مشكله في المد، انك تعلن المد بعد نهايه بعد غلق القيد وفق الانديه كلها بتتعامل فكل بيجري اخر يومين وبعدين فجاه تقرر امبارح، فالنهارده فيش ولا نادي ايد يعني خلي بالك اللحظات الاخيره دي ممكن نادي يعلي في السعر فانت تضطر تدفع عشان تلحق تسجل. هقول لك على حاجه، الزمالك ساب حاتم سكر ازاي؟ مجانا عشان اخر يوم مجانا. واحمد زكي اسماعيل راح الاسماعيل حلو، واحمد زكي وعبد الله جمعه صح. طب لو انت عارف انك هتمشي النقيض 6 فبراير مش كان ممكن تتفاوض بلاش فلوس تبادل؟ ايوه تسيبه يا عم حتى يعني تقول لاسماعيلي قدام الجمهور حتى انا بديك حاتم سكر واقف جنبك. لا يعني حتى معنويا تقدر تكسب تحقق مكسب معنوي مع جمهور نادي اخر صح. هو امبارح امبارح طلع السبب اللي هو التكدس والزحمه عشان كده احنا مدينا، هو ده سبب. لا 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 انا اقول لك السبب، اقول لك السبب، وفي حاجه اسمها تفاجئ الانديه. اقول لك السبب عشان ياخد رضا الاهلي والزمالك، الجمال عموميه الاهلي والزمالك على الاهلي والزمالك. انا بقول قولا واحدا، الزمالك قاعد لحظه واحده بس عشان بس الكلام يكون ايه. طيب ما انا بقول لك استوعبه، ما هو بد القيد ليه بعد ما خد موافقه الاهلي والزمالك بس؟ لا لحظه واحده، الانديه الثانيه لا. كابتن وليد ممكن اسالك سؤال؟ ماذا سيفيد مد القيد الزمالك ان كان امبارح قايد ال 11 صفقه اللي جابهم؟ ماشي يعني في الاخر يعني صفقه ممكن يجيبها يعني في كلام على مصطفى ماشي، والاهلي عشان حارس المرمى ولا ما خلاص افريقيا قفل، الاهلي مش فارق معاه ماشي بتكلم بقى يعني الاهلي بالنسبه له يجيب حارس مرمى لايه؟ هو لغايه امبارح الدوري لا خلاص اصله هي افريقيا الاهم بالنسبه للاهلي طبعا ماشي يعني ايا يعني كان دلوقتي يعني اقصد يعني الاهلي لا مستفيد ولا الزمالك مستفيد، ما ده الغريبه يعني الغرب النادي الوحيد اللي ممكن يستفيد من القيد وده بقى عداله السماء يعني ربنا سبحانه وتعالى الاسماعيلي انه حل مشكله القيد بتاعته امبارح فاتفتح، فالست ايام دول شويه هيقدر يجيب اثنين ثلاثه لعيبه مع الاثنين ثلاثه اللي جابهم فشويه، انما كل الانديه. طب تفتكر ليه؟ طيب انت في حاجه اسمها اتحاد الكوره سيبك من ليه، في حاجه يفاجئ؟ لا طبعا انت بتعمل اوبشن، انت صالح الانديه ولا اساس عندك؟ ما تقول قبلها
يعني انا لما باجي اشتغل باخد قرار مش صالح الانديه الاساس طبعا، فلازم اقول الانديه انت بتستعجلش، اتفاوض براحتك، لان انت ممكن تخلص. يعني بيقولوا لي اعاره زياد بتاع الام ده ب 30 مليون صح؟ طب ايه اللي يخلي الزمالك اعاره سنتين ونص ب 30 مليون؟ 30 مليون؟ اه والله امبارح بيقولوا كده. طب الزمالك محتاج حد في مركز ست، فامبارح لغايه خلاص عايز يخلص، مين بقى قاعد على الصلاه والمرات؟ ايمن الشريعي، عارف ان القيد هيتقفل بعد 4 ساعات ولا 5 ساعات او 6 ساعات. فانت خليت الانديه تضطر احيانا لحاجات كان ممكن ما تعملهاش. هل الاتحاد كده بيشتغل لصالح اللعبه؟ حتى في حتى وانت الدنيا كلها هيجي عليك، واحنا عارفين من اول يناير انه يجوز لك مد القيد، يعني قعدنا 30 يوم مستنيين القرار، تقوم تقوله بعد الساعه 12 الغلق 12 و4 دقايق. انت عارف ليه؟ انا عندي المعلومه. المعلومه عشان الجمعيه العموميه بتاعت اتحاد الكوره بتاعت الممتاز بيهم محترفين العدد يعني برضه ما عنديش مشكله. أي؟ ليه ما اعلنتش بدري؟ يعني ليه ما اجيش يوم 15 قلت، يوم 16، يوم 18، يوم 22، يوم وماله يعني. هو بيعمل كده عشان بيخدمهم بقى، عشان الجمعيه العموميه، عشان صاحب الثقه والكلام ده كله. عندك تفسير يا كابتن وليد؟ غير ان الاتحاد ده صدفه بيشوف يمين ايه وعامل شمال، بيشوف الشمال يعمل يمين. والله ماشيين صدفه، وصدقني مفيش سبب لمد القيد او لاخر يوم يعني اللي هو يمد يعني من بدري. صدفه والنبي ما اعرفش ايه، مفيش حاجه صدفه والله. صدفه يخدم عشان يقعد، يخدم عشان ما يتقلبش عليه، لانه مقلوب عليهم اصلا. انا مش عارف اصلا يعني بناء على ايه انت يعني بتتكلم، وبناء عليه بتدي لراجل زي ده 240,000 يورو بناء على ايه؟ وبعدين انت بتخدم جماعه عموميه ولا بتخدم نفسك؟ بتخدم. انا بخدم الكوره المصريه. لا هو بيخدم نفسه. ما انت انا بخدم عشان ابقى اقعد على الكرسي اضمن اصوات تاني بعد كده. طب ده يرجعنا، هل كان الانتخاب بالقائمه يا كابتن سيد افضل في اتحاد الكوره ولا الانتخابات الفرديه كانت افضل؟ بجد ولا مش فارقه؟ مش فارقه في اي حاجه. جدع يعني فارقه في اي حاجه هتتكلم. كله بيبقى سؤال ما يستاهلش اصلا احنا نتكلم فيه. الزيت زي عبيد يا ريس احنا بنغير الشكل. اعمل حاضر. عارف انت في القضاء لما يقول لك في قبلت شكلا ورفضت موضوعا، احنا بنحب نغير الشكل جدا. يعني قال لك اصل متفاهمين جدا فنجيب قائمه، مع ان كل اللي جم فرد كانوا متفاهمين. المشكله في اللي بيختاروا اصلا. يعني انا عمري ما سمعت خناقه بين الاعضاء عشان انتخابات فرديه في اتحاد الكوره. طول عمرهم متفاهمين. طول ما اللائحه كده. فاكر كابتن سمير زي المجلس وكابتن ابو ده حد كان بيتخانق؟ لائحه الانتخابات طول ما هي كده هتفضل تفرق. هم عارفين عايزين ايه. يعني اللي بيختاروا مجلس اداره اتحاد الكوره، اللي بيدير الكوره المصريه اللي بيصرف فيها 4 مليون في يورو في سنه ونص وملايين بتتصرف، ودول مسؤولين عنها اللي بيديروا اتحاد الكوره، اللي بيختاروهم لازم يكونوا على نفس المستوى. هم كلهم ناس افاضل، بس هي الفكره في انت، هو انت محترف كفايه او عندك درايه كفايه عشان تعرف تختار؟ ما هو الجمعيه العموميه محتاجه مراجعه ومحتاجه لائحه مختلفه للانتخابات. انت بترجعنا ورا قوي. معلش هي مش هتتحل الا كده. وليد هو المجلس ده جه كمان قبل كابتن سيد، لان انا عايز كابتن سيد برضو يعلق عليها، وكابتن وليد اتكلم فيها يمكن بالصدفه كده عايز اعلق عليها. امصان منتخب مصر، وانا بقى دي بطالب فيها وزاره الشباب والرياضه تحقق، لان الشركه اللي بتنتج امصان منتخب مصر مديالنا خامه، ودي كان واضح للجميع مختلف عن خامه كل منتخب. انا حاسس ان هي مشمع. لا دي ده 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 بتعرق دي على طول يا استاذ محمد. ال 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 الميه والعرق اللي بيجي على اللعيبه من اول دقيقتين في الماتش وكانك صابب على الكلام. لازقه في اجسامه ازاي؟ كل شركات الملابس الرياضيه في العالم الكونغو قدامنا ما كانوش كده. كل المنتخبات الشركه دي بتنتج لثلثين منتخبات افريقيا، بتابع الماركه ثلثين المنتخبات. كل شركات الملابس الرياضيه في العالم. مش اسمها ولا بالمره. لا 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 من غير ما تقول نجيب صوره كابتن وليد اصله عادي. عادي يا استاذ محمد عادي. كل التكنولوجي ما كله عادي. كله عادي. كل تكنولوجي الشركات دي من سنين من التسعينات ومن الثمانينات كل هدفها ان هي تقلل مستويات او نسبه العرق اللي بتطلع على الفانيلا، علشان ده بيعيق حركه اللعيب. ده تطوير ابو مسلم وكابتن سيد. ده تطوير اكيد حسوا ولبسوا، عارفين يعني ايه عرق يلزق في جسم اللعيبه ويبقى تقيل عليهم. وما بتشعر وليد دي بتاثر. يعني انت بتقول ابو مسلم وسيد. لا لا معلش. هو انا ايه بتاع بطاطا؟ انت نجم كبير طبعا كابتن وليد طبعا. لبس بس محمد انا قاعد ساكت. بتاعت زمان الفينوس. شوف وليد وليد بلدياتي. كانت في الوزاره في المنصوره. ده انا اخدت منك طرف الخير. في المنصوره
ايه دي؟ كان اسمها فينوس ولا كان اسمها ايه؟ فينيسيا باين ولا؟ انا عارف اسمها وجمال. انا اقول لك في الفصل، في الفصل قوي. طب والله كان في شركه في المحل بتعمل ملابس عظيمه. طب ما هو استاذ محمد قال اسمها. طب والله العظيم الشركه اللي في المحل اللي بتاعت اسمه عظيمه شعراوي. بلاش نقول اسمها عشان ايوه انا. طب والله كانت بتعمل فريلا جامده جدا. ايوه اسمها ايه؟ كانت بتلبس في منتخبات الهولندا غير بس دي حاجه لازم يتحقق فيها لانها مهمه طبعا. ودي من اسباب او احد الاسباب اللي فعلا بتاثر على اداء اللعيبه. طب هل دي فعلا الفانيلا بتفرق؟ اه طبعا طبعا. بس انا اقول لك على حاجه، انت حسيتها كده زي ما بيقول وليد؟ كان باينة جدا هي مختلفة شوية. بس يعني هضرب لك مثلا صغير، مثلا في كاس القارات كنا احنا وإيطاليا نفس الشركة نفس التيشيرت، هو مختلف في الديزاين، ده مناسب لمصر وده مناسب لإيطاليا. يعني انت وصلت المرحلة، بس انت وقتها بأمانة عشان نتكلم انت كنت تاسع عالم، فانت كنت وصل لمرحلة ان انت بتتساوى بفرق كتيرة جدا. بص العرق عامل ازاي. ده في خيالات ده في لقطه يا استاذ محمد. مصطفى محمد رقبته كانت هتقطع لما جاب الجون اللي هو الثاني، عمال يشد التيشيرت مش عايز يطلع. صح التيشيرت مش عايز يطلع يعني. هات كتر العرق مش عايز يطلع. الراجل هيموت لحد لما قلعه خالص. ودي منتخبات افريقيه بقى، احنا ما بنلعبش الا البرازيل يعني ولا حتى. لا انت عارف ممكن نعمل بقى ايه وليد؟ قال وليد مع فرق افريقيا كمان. نعمل ايه؟ فرق افريقيا يعني بقيت بتلبس سوستة هنا كده احسن منك سوستة وما يجيب الجون يقوم فاهم سوستة عشان تبقى سهله. لا بس خلي بالك في هوجن اللي كان بيسمع بعض. نسمع بعض. اتفضل يا كابتن سايق. يعني هي النقطه زي ما وليد بيتكلم، انت دلوقتي اللي بيتفوق عليك مش فرق اوروبيه، فرق في افريقيا وهي اقل منك في التصنيف. بس يا سيد وبرضو زي ما انت بتتكلم يا سيد الترتيب، حتى انت لو واخد كذا بطولات انت بتتكلم كشخصيه، انت اللي بتنفذ مع الديزاين مع الشركه. يعني ما تفرقش انت تاسع او عاشر. لا هو ممكن بيحطك في يعني في ليفل اقل شويه تعمل معاك. من حقك ان انت ايوه. لا انت عندك حاجه كمان غير طبعا طبعا عندك حاجه غير التصنيف. انت برضو خلي بالك دي ليها ثمن كبير جدا، ان انت عندك واحد من اهم اللعيبه في العالم. فانت دي لوحدها يعني بتجيب لك اي حد هيلبسك اضعف حاجه. يعني هي دي النقطه. مزبوط. انت ما لعبتش على دي او ما خدتش. حتى التريننج شفت البنطلون كان واسع ايه؟ ده كان شارلستون. منظر شفت التريننج كان عامل ازاي؟ والوانه مش مناسبه بالنسبه لنا. الوانه مش مناسبه بيعبر عن هويتك. وكلمه ده كلمه محمد يعني. وفي البيان طالعين ان احنا وفرنا كل حاجه للمنتخب. بس انت شفت التريننج؟ ايوه طبعا. البنطلون كان شارلستون. فاكر انت زمان البنطلون اللي كان عامل زي القرطاس ده واسع من فوق كان وينس بيغني بيه عشان يهوي عشان رطوبه. اوكي رطوبه مقصوده يعني. مقصوده هم قاصدين. ومقلم ايوه عشان ما يتوسخش. ده شكله كان عضو مجلس اداره وليد. عنده تبرير عنده العرق عنده تبرير لكل حاجه. امال ايه؟ خلينا بقى نروح للفنيات افريقيا. بكره عندنا ماتشين، عندنا نيجيريا وانجولا كابتن احمد ابو مسلم، وعندنا الكونغو وغينيا. ماتش نيجيريا وانجولا يعني الواضح ان هو محسوم لنيجيريا ولا لا؟ ده انا مختلف طبعا. مش نيجيريا خالص. انا شايف انجولا لو جيت حتى تتكلم على انجولا يعني اكتر معدل تهديفي موجود في المنتخب الانجولي، مميزين جدا في الحته الهجوميه. طبعا مبلولو وعندك راجل رقم 10 مميز جدا. لا هي فرقه قويه، فرقه عندها سرعات وعندها حلول بشكل كبير جدا. فرقه جماعيه كمان. هي في فرق خلي بالك من المنتخبات اللي الناس بص عليها من بره لا مش مستمتعين بلعبها، بس هم منتخب قوي جدا جوه الملعب، عندهم الجماعيه بشكل كبير موجوده. بتتكلم على كسبوا ناميبيا 3. طبعا. هي بقول لك معدل التهديف بتاعها ناميبيا كسبانه تونس. وخلي بال حضرتك زي ما بتتكلم فيها عندهم تنوع في الاهداف. انت بتتكلم ما بقول مثلا يعني مثلا الهدف اللي جابه من بره 18 من سروم ونص ملعب. قصدك اللاعب الثاني اللي هو دالا؟ دالا رقم 10 احسن لاعب في البطوله. وخلي بالك دالا ده جاب جولين. جيلسون دالا ده اللي متابعه احسن لاعب في البطوله في الوكره. حمدي فتحي. أيوه. يعني يا بخت اللي ممكن يعرف يتعاقد مع الولد. بيلعب يمين وشمال وجناح ومهاجم. انت عارف يا وليد في لعيب قصير في مالي. في مالي تخصص. انا القصير اللي تحت الفرود. قسم مالي. قسم مالي هجيب لك. لا اللي تحت الفرود. ايوه ده فظيع. الاتش ار عندنا هنا متعين متعين رئيس. لا اللعيب فظيع. قسم مالي. العلاقات الخارجيه المالي. العلاقات الخارجيه المالي. مش مالي. اصل ابو مسلم يفرح المالي يفتكر لعيب. لا لا لعيب فظيع وليد. مش عارف عارفه ولا لا. قصير هو تحت الفرود. فانجولا انجولا عندها حلول. يعني حتى بقول الاهداف بتاعتها متنوعه. تتكلم حتى على راجل دالي رقم 10 ده هتلاقي حتى الكروس الاولاني من ناحيه اليمين والكروس الثاني الهدف الثاني من ناحيه الشمال. فانت عندهم تنوع هجومي بشكل كبير جدا. فانا شايف الماتش هيبقى مختلف، هيبقى تكسير عظام بلغه الكره. طبعا يا كابتن وليد نيجيريا الحقيقه عملت ماتش كبير قدام الكاميرا. وكسبت الكاميرون 2 عن جداره بصراحه. لوكمان ده جايب الجولين الفيرود بتاعهم. هل ممكن انجولا تعمل مفاجاه؟
فعلا والله احنا منتخب النيجيريا ما كانش بادئ احسن حاجه لكن تطور الحقيقه. البطوله كلها مفاجات يا استاذ محمد، انت ما تقدرش تقيم، صدقني ما فيش حد يقدر يقيم يقول مين اللي هيكسب، نيجيريا ولا انجولا. مستحيل في البطوله اللي احنا بنشوفها دي. لكن منتخب نيجيريا الاثنين كويسين، ده منتخب كويس وده منتخب كويس. هو الاداء في الملعب، لكن احنا الاول كنا بنقول نعرف قبل البطوله دي، كنا بنعرف نقول يعني لو قبل البطوله دي نيجيريا وانجولا اقول لك نيجيريا تكسب مثلا، لكن دلوقتي ما تقدرش تقول دي تكسب ولا دي تكسب، ما تقدرش. الاداء متقارب، المستوى متقارب. انت تابعت الاثنين في البطوله؟ ايه اكتر ميزه كانت في نيجيريا الماتشات الاخيره كمان بالذات؟ لا هي الفرق الخطوط متقاربه، اللي في سرعات، في تنظيم في الحاله الهجوميه، لكن في برضو لا اوسيمين متالق جدا حته صراحة. ايه اوسيمين الفيلم بتاعه طبعا، لكن في برضو حته عشوائيه في الحته الدفاعيه مع المجهود الزياده مع في اخر الاشواط عموما يعني، لكن الفرقتين بيلعبوا نفس الكوره، هي المهارات الفرديه اللي بتفرق وطريقه اللعب. لكن زي زمان نقول نيجيريا مثلا فيها النجوم اللي كان اللي كنا نعرفهم هتكسب هتكسب، لا ما فيش خالص، ما بقتش موجوده الموضوع دوت، النجم الاوحد ما بقتش موجود. انت ما تقدرش تقيم. كابتن سيد انت متابع نيجيريا؟ نيجيريا من الفرق الكويسه، يمكن بدات بدايه مش كويسه، اول مباراه الشوط الاولاني كان كويس، بعد كده اداء وحش، انما بداوا يرجعوا واحده واحده. انما انا بظن ان لو البطوله مشيت طبيعيه فنيجيريا موجود في النهائي، انما بناء على الاحداث اللي حصلت والنتائج مع فرق كتير جدا ما تضمنش اي حاجه، ممكن خلال المباراه نفسها تلاقي اللعيبه مش في حالتهم. فانت يعني زي اول ماتش مثلا بالنسبه لنيجيريا، بس هم تطوروا يعني، يعني هي من الفرق اللي تطورت من ماتش لماتش لماتش، هم بادئين وحش عليوا جدا يعني وصلوا التوب في ماتش الاخير بصراحه بامانه، يعني كانوا قوه كبيره جدا. انما هي النقطه انا بكلمك يعني على البطوله، الكاميرون كانت في ماتش نيجيريا ما فيش خالص، الكاميرون برضو مش من الفرق القويه دلوقتي، يعني حاله بالنسبه للكاميرون صعبه جدا. انما نيجيريا لو مشيت في الطبيعي فهي اقرب فرقه للنهائي. الراس الاخضر. طب وليد، منتخب نيجيريا التشكيل بتاعه ابرز اسمائه يعني والراجل هيعتمد على ايه؟ احنا طبعا كمان معانا التشكيل المتوقع ليهم قدام انجولا. هو طبعا بيلعب بطريقه اقرب ل 3 4 3 بيسيرو، خلي بالك هو ديربي برتغالي ما بين بيسيرو وكونسيساو، والاثنين يعني مدربين كويسين اثبتوا كفاءه في البطوله، مع ان بيسيرو رايح البطوله الناس كلها ضده. ده حقيقي، ده حقيقي. بس وخلي بالك كمان معانا في نيجيريا لدرجه انه كان في مواقع بتكتب ان هم مستحملينه بس لغايه البطوله ما تخلص. كان وكمان بقول لك كان سيء الحظ، اكتر من لاعب اصيب قبل البطوله من ركائزه، يعني كان اخرهم طبعا عمر صادق، ومع ذلك قدر ان هو يقود منتخب. كان في كلام انه يمشي، كان في كلام كتير، هو كان كل ده كان بيتفاوض معاه، يعني كان وكيله بيتفاوض مع نادي الزمالك ومن مع اكتر من نادي في البرتغال قبل البطوله، ترشح لنادي الزمالك. طبعا هو يعني نوابيلي هيبقى في حراسه المرمى، ايكوند واجاي وباسي وكالفان باسي دول خط الدفاع، سانوسي طبعا بيلعب في ناحيه الشمال، وقلاينا بيلعب في اليمين، واونيكا من اللعيبه المميزين جدا مع اليكس ايوبي من اهم مصادر قوه منتخب نيجيريا في وسط الملعب، الاثنين الديفندرات الحقيقه، وطبعا لوكمان المتالق الجناح اللي جاب الهدفين في الكاميرون، موزيس سايمون طبعا لعيب كبير وكلنا عارفينه، وفيكتور اوسيمين الحقيقه على الرغم من انه يعني مش ما احرزش الاهداف اللي كانت متوقعه منه في البطوله، لكن من اكثر اللعيبه اللي بتعمل مجهود، من اكثر اللعيبه اللي بتعمل باور، من اكثر اللعيبه اللي بتساند زمايله محطه مهمه جدا، وطول الوقت اكتف على المرمى، من اهم لعيبه البطوله رغم انه مش من هدافي البطوله فيكتور اوسيمين. طب انا عايز افكركم بس انه نيجيريا اول ماتش اتعادل مع غينيا الاستوائيه، وده أسوأ ماتشاتها مش كده؟ الشوط الثاني بالذات، يعني الشوط الاولاني كانوا ماشيين كويس، ده كان أسوأ مباريات، بس بعد كده كسبت كوت ديفوار 1-0 وكسبوا غينيا بيساوي ليها، صعدت بعد كده لدور الثمانيه برضو اللي كنا احنا المفروض نقابلها يعني، كسبها 1-0 وخدوا 7 نقاط، وبعدين كسبوا الكاميرون في دور ال 16. في المقابل المنتخب الانجولي اول ماتش اتعادل مع الجزائر، وكان عامل ماتش بجد، كان ماتش قوي، مابولولو كان جايب الجول التعادل الحقيقه، وكان عاملين ماتش كبير يعني قدام المنتخب الجزائري، وكمان المنتخب الجزائري كان عامل ماتش كبير، وبعدين كسبوا موريتانيا بصعوبه، موريتانيا كان يعني زي الحصان الاسود الحقيقه في البطوله دي، كسبوه 3-2، بعد كده انجولا كسب بوركينا فاسو، برضه صعد بوركينا فاسو لدور ال 16، كسبوه 2-0.
عمل ماتش كبير برضو الحقيقه. بابلولو جاب جول برضو. بابلولو ثلاث اجوان بتاعت جاب ثلاثه جاب ثلاث اجوان. ادي جول اهو في بوركينا وجايب جول في غينيا مش كده ولا فين؟ فين انجولا؟ في انجولا جايب في ناميبيا في الجزائر جايب جول جايب جول في الجزائر والجول الثالث جابه في الماتش بتاعهم بتاع دور ال 16 ناميبيا في ناميبيا كان جول حلو قوي ايوه كان جول رائع عمل واو كده لعيب مابولولو لعيب ده تاني الحاج محمد مصالح عنده رؤيه ما هو بص والله يعني هو كان دايما يقول مابولولو اي حد متابع استاذ محمد كان عارف ان مابولولو مهاجم كبير والاهلي والزمالك اللي كانوا بيفكروا فيه قبل كده خسروه لانه دلوقتي واضح انه مهاجم دولي مهاجم كبير واعتمد عليه شخصيه فوق 30 تخلي بالك يا دكتور انا قايل الكلام ده من السنه اللي فاتت ده في مهاجمين بتيجي 35 معلش قصدك ايه و9 و38 و39 قصدك ايه مودست في الاهلي وعبد الله سعيد افضل زمان عبد الله سعيد لا هو انت عبد الله سعيد هتحسبه لاعب مصري لا يعني انت في الاخر عندك لعيبه هدفع فيه دولار لا انا بتكلم هجيب لعيب ادفع فيه دولار 35 طب ما بالمستوى ده بيلعب 3 سنين يلعب قد كده ما انا بقول لك هو بس معدي ال 30 طب هو يعني مشكله 30 ده كان واقف على رجليه ولعب مهاجم كبير ايوه برضه هتجيبه مرحله لعيب مرحله لا يعني مابولولو ده ما يديش 3 سنين بقوه او سنتين لا بقوه لا لا طب وبعدين انت عارف الافارقه اصلا يعني هو 30 هتلاقيه اكبر من كده يا وليد ده بيدي في الرطوبه وفي الدنيا درجه حراره موجود ديت وبيدي يعني بيدي الطبيعي هو تكوينه الطبيعه بتاعته ايوه يعني هو قوي بتكلم في اللي هو افريقيا ممكن هو معدي ال 30 دلوقتي ممكن اللي بيمشوا بها بيسننوا بعد كده عنده اكبر فثلاث سنين لا مش هيكمل ثلاث سنين طيب نطلع فاصل نطلع قبل ما نتكلم على الكونغو الديمقراطيه بكره وغينيا نطلع فاصل سريع ونرجع نتواصل مع حضراتكم طيب الماتش التاني يا وليد غينيا الكونغو وغينيا الكونغو بقى طالع منتشي انتشاء وحقهم طبعا صراحه وانا بحب الراجل دي صبر ده مدرب صبور يعني هو اسمه على مسمى دي صبر ليه نصيب من اسمه لا هو دي صبر مدرب مجتهد يعني مدرب حتى هنا كان مجتهد حتى في التفاصيل بيشتغل على التفاصيل يعني هو كان قدام منتخب مصر وعارف بالمناسبه امكانيات الكونغو الديمقراطيه مش كبيره كفنيات احنا شفناه بيعترف ده حتى في التصريحات شفناه في الدور الاول راجل بيدي مباراه على كل مباراه من اول مباراه ليه هو اتعادل الثلاث ماتشات ما عندوش مش متهور هجوميا قدام منتخب مصر كان بيلعب زون وسايب لنا الكوره لحد ما حس ان احنا ما فيش مننا امل فبدا يطلع علينا ويبادلنا الهجمات بتتكلم الفرقه الحقيقه فيها اتنين لعيبه يعني هم طبعا اهمهم ويسا اللي هو الجناح من اللعيبه المميزه جدا دي صبر زي ما قلت لك وسيدريك باكامبو طبعا المهاجم دي صبر عارف امكانياته مش هيلعب جيم مفتوح قدام غينيا والحظ الحلو ويمكن الكره بتدي المجتهدين ان غينيا كمان برضه مش المنتخب اللي يخوف استفاد من النقص العددي بتاع غينيا الاستواء الماتش اللي فات وان الاستواء كانت بتلعب بتعالي كبير ودي مشكله بقى بعض المنتخبات الافارقه يعني انه لما بيحس انه عالي وغينيا الاستواء كانت عامله جيم انا بس للتوضيح انا قلت نيجيريا كسبت غينيا بسبب اللي وصل دور الثمانيه ده غينيا اللي وصل دور الثمانيه غينيا اللي ما وصلتش بس الاستوائيه صعدت 16 قدام غينيا وغينيا وغينيا خرجت بسبب دي اللي معانا في مجموعه كاس العالم من هي اضعف غينيا في الثلاث غينيا يعني اقصد ان نيجيريا لما كسبت كانت كسبت غينيا بسبب اللي خرجت اساسا من الدور الاولاني فانا شايفه ان هي مباراه الحظوظ فيها متساويه بشكل كبير ممكن تدي يعني نسبه اعلى شويه للكونغو الديمقراطيه برضو الخبرات عندهم كبيره زي ما انت بتقول دي صبر يعني ممكن نشوف الكونغو في السيمي فاينل طبعا وارد جدا تخيل بقى يعني ده كان هيبقى الطريق بتاعك لو انت يعني كنا نصعد دور الثمانيه نلعب غينيا اللي هي اقل منتخب في دور الثمانيه بس يعني سبحان الله طب كابتن سيد كاب فيردي وجنوب افريقيا هنخلي مالي وكوت ديفوار للكابتن احمد ابو مسلم عشان مالي هو رزق مالي تمام طبعا جنوب افريقيا من الفرق الكويسه جدا انت هتشجع جنوب افريقيا؟ هشجع جنوب افريقيا كلنا على فكره بشجعها من قبل البطوله من يعني من بدايه البطوله من ساعه موقفها السياسي موقفها والنقطه الثانيه هم فرقه كلها تعاطف معاها بجد فرقه كوره برضه بامانه غير انها فرقه كوره موقفهم السياسي يعني كمان من القضيه الفلسطينيه خلى كل العرب يعني في بعض الاوقات كلامك يخلي الناس تبعد عنك يعني زي وليد الركراكي كده
قبل ماتش المغرب وجنوب افريقيا، قال كلمتين خلى الناس كلها قاعده. اسوأ تصريح. يعني بتشجع جنوب افريقيا. تخيل المغرب بتلاعب جنوب افريقيا، العرب كلهم بيشجعوا جنوب افريقيا، يعني ده مش طبيعي. بس بناء على كلمه بس صغيره ان انت طب ماشي، يعني ده الناس اتقلبت على السوشيال 180 درجه. وبعدين على السوشيال هو ليه ايه الاستفاده ان انت تقول كده؟ وهو برضو في الاول والاخر اوعى تكون يعني من جواك كده. انت فاهم؟ لان في الاول والاخر الانتماء ده شيء مهم، يعني طبعا. كلنا بلدك ودي الميزه اللي بقينا احنا ده الطبيعي في المنطقه بتاعتنا، يعني يعني مش غير اوروبا وغير الامريكا، دي الميزه اللي بقينا. وانت مش هتكسب حاجه، انت اتبرعت بكلام كده من نفسك يعني. فهي النقطه، لا جنوب افريقيا من فرق كويسه وعملت ماتش كويس جدا وكانوا موفقين جدا. الجول التاني فاول عالمي. يعني فاول يعني من الحاجات الاوروبيه بامان، والفرقه كلها تحس ان انت بتتفرج على سان داونز. سان داونز بيلعب يعني. طب هل دي من المميزات لجنوب افريقيا اللي في عدد كبير من سان داونز طبعا في الفريق؟ طبعا فارق؟ طبعا طبعا، تفاهم وانسجام. حتى بيرتسي تاو نفسه هو كان لعيب معاهم، فهو متعود على لعبهم، متعود على الطريقه نفسها. حتى هم تعاملوا مع المغرب بذكاء. خلي بالك لما بتتعامل كويس جوه الملعب وتبقى واقف صح، في بعض الاوقات التوفيق بيجيلك. يعني هو اتحسب عليه ضرب الجزاء، لو دخلت الماتش كان اتقلب. ضربه الجزاء بتطلع بره، بتخبط في العارضه، ترجع بفاول في هجمه مرتده، بتتعامل تعامل شغل مدرب برضه. طبعا طبعا، ان انت راجل. هي دي النقطه، هي النقطه برضه يا وليد. خلي بالك ان انت بتلعب فرقه خلاص بتهاجم. باشا انا هخلي اتنين قدام جناحين وطيارات يطلعوا لقدام. ده اللي احنا كنا بنقوله لفيتوري قبل ما ده طبيعي. ما لازم يبقى عندك حاجه انت يعني، ومعاك الكوره حاجه، ومعاك الكوره حاجه، وانت بتدافع حاجه تانية. لازم عندك فكره لما تجيلك الكوره هتعمل بيها ايه. مدرب جنوب افريقيا عمل كده. الجول التاني كده يعني، بص مثال للهجمه المرتده، وخد فيها فاول والفاول جا جول، فانت موفق جدا. فانا بشوف ان جنوب افريقيا من اهم الفرق، وان شاء الله تعمل ماتش كويس وتكسب. تتوقع تكسب كاب فيردي؟ اتوقع، بس هي البطوله دي يعني مغلبانه. كاب فيردي الحقيقه بعمل ماتشات جامده جدا. يعني انا توقعت قبل البطوله فرق كتير كلهم خرجوا. ما فيش فرقه فيهم. بس كاب فيردي عامل ماتشات حلوه، يعني اقصد فنيا كمان ممتعه. بس بشوف الفرق دي ليها يعني سقف يعني سقف معين ومش هتعديه. بس اقصد يعني عندهم ميزه كبيره جدا، ما اعرفش هتوافقوني ولا لا، ما بيتخضش من المنافس. يعني دي مفاجاه بالنسبه لي، لان هو حظه الحلو ان هو لعب فرقتين في المجموعه اسماء بس، غانا ومصر. بس ما تخضش. ايوه ما هو ما تخضش عشان شافهم جوه الملعب. انت فاهم؟ ده ودي ميزه. في فرق كبيره اما بتلعبها في الاول بتقعد مثلا ربع ساعه نص ساعه، معقول ده منتخب كذا قلقان منهم، فاول ما تشوفهم على الحقيقه لا، بقول لك ده احنا قلنا هتهاجمهم وخلاص وهتتعامل معاهم عادي. القرار يروح يتعادلوا. ايوه هو بعد ما لعب غانا ومصر عارف ان الفرق في بعض الاسماء، بعض الفرق اسماء بس. هي بس النقطه اللي كان بيتكلم فيها. تقدر تقول حاجه؟ هو في سبب كمان بيضافه الكابتن ساوي، مش هقول الاحتراف بس. الكاب فيردي عندهم عدد كبير من لاعبتهم وجزيره صغيره كده، عدد كبير من لاعبتهم مولود بره في اسبانيا والبرتغال وفي اكتر من حته. فاوريدي الثقافه، انا ده عندي مشكله مع اللاعب المصري بشكل عام، ان احنا ما عندناش ثبات انفعال، بنتخض. ليه؟ لان احنا مش متعلمين من صغرنا ان احنا لما نلاعب فرقه اقوى او نتحط في موقف صعب نعرف نتعامل، بنتهز ونتخض فكل حاجه تضيع. هو ده الاستثناء. الجيل ده اللي برضه عشان الجمهور يا وليد. عشان الجمهور. ما انت دلوقتي بقالك كام سنه بتلعب من غير جمهور، ولا جمهور على ملعبك ولا بره ملعبك. انت بتاكل لاعب ايطاليا ما تخضش، لاعب برازيل ما تخضش. انت بتروح تلعب في ماتشات في الدوري 30,000 بيكونوا في ملعب بيشتموك وبيبقوا ضدك وبتلعب عادي، فانت متعود اصلا على الضغوطات. حتى الاسماء اللي بتلعبها بالعكس ده بيبقى حافز ليك، مش حاجه ضدك ان انت تلعب فرقه طيب اكبر منك. بس إيه؟ حتى الاجيال القديمه برضو كانوا بيلعبوا بجمهورك سيد، وما كانش عندهم الشخصيه دي. هي سمات شخصيه اتجمعت في. بص دكتور، انت لخصت كل الموضوع. الشخصيه، اللعيب عنده شخصيه والمدير الفني عنده شخصيه وعندك هوايه بتشتغل فيها. حتى الفرقه اللي بنلعب اللي هي بتاعت راس الاخضر بتلعب الفريق الاحتياطي 7 لاعبين احتياطي بس، هم اكنهم قاسيين ما حصلش فيه فرق. ده احنا حتى بنضغط عليهم في ال 18 بنقله. فدي ده طبع المدير الفني عامله للعيبه، ما تخافش العب تحت، انا متحمل الشخصيه. فعشان كده بقول لك منتخب مصر ما عندوش شخصيه. يعني حتى كان من زمان ما بنلعب، لا معروف منتخب مصر، تخش تشوف مين ده منتخب مصر بيشتغل ازاي، بالناس تطلع ازاي، بيجيب كروس باص من على الجنب ازاي. انت ما عندكش بقالك كام سنه ما عندكش. انا قبل ما اروح لك لماتش مالي وكوت ديفوار هروح لكابتن وليد اوريك بعض التصريحات وقت ما تعاقدنا مع فيتوريا. هاخد تصريح من الاستاذ جمال علام
رئيس الاتحاد، ومن الكابتن حازم امام كان مشرف على المنتخب. سيد جمال علام رئيس الاتحاد قال لك التعاقد، خد بالك ده بتاريخ 20 يوليو 2022 اللي هو يوم المؤتمر الصحفي يعني للاعلان عن فيتوريا. جمال علام التعاقد ده في مصراوي مع فيتوريا ضمن خطه التطوير، وهدفنا العوده لمنصات التتويج. حلو، اول تصريح. في تصريح للكابتن حازم امام في نفس اليوم قال تعاقدنا مع فيتوريا بعد سنوات طويله من الدفاع من اجل او لتقديم كره ممتعه. معك الميكروفون. خد بالك احنا كمان لو جبنا سمعناها صوت وصوره ده هنفعص فيها نطلع حاجات كتيره جدا. يعني الاداء عايزين نعمل حلقه على التصريحات دي. يعني اكيد بيلعبوا بلاي ستيشن. التعاقد مع فيتوريا ضمن خطه التطوير، هدفنا العوده لمنصات التتويج. ده جمال علام. حازم امام تعاقدنا مع فيتوريا بعد سنوات طويله من الدفاع. صدقني والله الواحد بيتكلم مش سخريه، لكن غصب عنه لما بيجي يشوف التصريحات دي ويشوف الواقع بقى اللي عشناه بقى لنا سنه ونص، تحس ان ده عالم مختلف، ده حاجه وده حاجه خالص. وبعدين انت يعني انت صرحت اهو، انت يعني انت شفت الراجل قبل ما يجي وعارف السي في بتاعه واشتغل ايه والكلام ده كله. بس خلينا نكون واقعيين، جمال علام بيقول لك التعاقد مع فيتوريا ضمن خطه التطوير. فين الخطه طيب؟ هل في خطه تطوير؟ ما هو ده السؤال بقى، يعني الحاجه الاداريه صح؟ اللي هي كله بقى المشروع بتاعه، خطه تطوير، مسابقات، حكام، لعيبه، المشروع بتاعه، منتخبات، كل حاجه. فين هو؟ طب هو فين المشروع اللي انت جبته فيتوريا جابه؟ او تطوير عشان تطور الكره المصريه، وهدفنا العوده لمنصات التتويج. احنا خرجنا من كل البطولات في كل المسابقات في كل المنتخبات. كل المنتخبات. طب انت قاعد ليه؟ يعني انت قاعد ليه؟ عكس الكلمه يعني. ولا منصه واحده، ما طلعناش منصه واحده. انت ما عملتش اي حاجه. طب الكره الممتعه، كابتن حازم امام قال بعد سنوات طويله من الدفاع رجعنا للكره الممتعه. اللي احنا الدفاع ايه يعني؟ نهاجم يعني؟ بلاش ندافع؟ هل فيتوريا بيهاجم؟ له شكل في الهجوم؟ ولا الدفاع؟ هو الدفاع ما فيش يعني. طب الهجوم؟ انت قول لي بقى، ما فيش برضه. هل ده اتحقق كره ممتعه؟ انا خسرنا. انا 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 مش عارف يعني، مش متخيل ان في حد ممكن يكون بيدافع عن فيتوريا دلوقتي. ما دي تصريحات قديمه. أيوة، احنا جبناها بس عشان نفكر الناس بالتصريحات القديمه. لا ولا ليه شكل في الحاله الهجوميه، ولا ليه شكل في الحاله الدفاعيه، كلها اجتهاد لعيبه. واللعيبه هي اللي بتشتغل، واللعيبه طبعا عارفين الكلام ده. يعني التصريحات دي لو طلعت دلوقتي وناقشناها وجبناها كده صوت وصوره، الناس تتحاسب. ما لازم تتحاسب كده، حتى لو ما فيش تصريحات دي لازم تتحاسب. مش انت اللي جايبه ده، لازم يتحاسب والله. لكن الموضوع برضه عشان يعني الناس ما تزعلش مننا، احنا بنتكلم في الشغل بعيد عن الشخصيه نفسها، حاجات خاصه يعني. احنا بنتكلم في شغل الكوره اللي هم بيعملوه، احنا بننتقد طبعا، امر طبيعي يعني، عشان ما حدش يزعل. ما فيش شغل كوره اصلا. فين شغل الكوره صحيح؟ كنت لسه يا جماعه سيبونا اقول اي حاجه، انتوا واقفين على الوقفه. انت تقعد تقول كلام بندور عليه. طب ما عشان الناس. طيب ما هو في كوره، هو في حاجه اصلا يعني؟ انت تبص شبانة داخل فبنقعد نبص هو فين شبانة، مش موجود. طب مش تاني حاجه بتضحك علينا يعني؟ اقول يعني تاني حاجه، هو الهجوم فين؟ ما فيش كوره. سبع اهداف يعني ما عملناش حاجه خالص. طب كابتن احمد ابو مسلم، مباراه مالي وكوت ديفوار المباراه الرابعه، ده هي مباراه قويه جدا طبعا يعني. كوت ديفوار رجع لها يعني شهادتك مجروحه عشان مالي. اكيد مالي، ما انا مالي مش من فراغ. مواليد مالي اصلا. مواليد مالي؟ ايوه. مالي مش من فراغ. مالي قرايب هناك، ده من كتر ما بيدافع عن مالي بحس انه ليه قرايب. لا عشان انا مقتنع بالخطه اللي هم عاملينها، وكان ليا واحد صاحبي هناك، فانا شايف الدنيا ماشيه ازاي معاهم بالظبط، وبيبعت لي حاجات بشوفها. بس انا بتكلم المالي، حتى الدليل على كده اللي مالي مميزه، اللي انت عندك اول مجموعه يعني، فرقه كسبت طلعت اول مجموعه بخمسه بونت، فرقة مميزة، فرقة بتدافع بشكل كويس. ما انت لازم عشان تكسب وتبقى ليك شكل لازم تدافع كويس. فالناس كلها مؤمنة بالفكرة دي. انت كنت بتكلم مالي في الادوار الاولانية كانت بتطلع على طول، بتخرج على طول يعني، ما كملتش قبل كده ابعد حاجة لزمايا شغالة كده. فانا مؤمن بيه عشان هم مميزين، بيطوروا بيشغلوا بشكل كويس، شكل علمي. احنا بنتكلم كوت ديفوار هي المفروض الدماري في افريقيا وكتيم وكمنتخب كبير، بس ده الحل اللي احنا شايفينه. دخلت بالصدفة اللي هو احسن توالد. فانت عندك مشكله، عندهم مشكله، بس احنا بنتكلم مالي. انا متوقع ان هي هتروح ابعد من كده كمان. انا بشجع المنتخب اللي هو عنده جراءه. هي فرقه يعني تشوفها قويه جدا في الدفاع، ما يعتمدوش على لعيب مثلا نجم واحد عندهم زي ما كان قبل كده موجود.
انت بتتكلم لعيبه صغيره بتشتغل بشكل كويس عندهم الاطوال. يعني انت بترشح مالي انا متوقع ان مالي هتروح في حته كويسه. يعني انا متوقع مالي في سيمي فاينل ممكن توصل فاينل ممكن توصل مع الراس الاخضر. انا شايف اللي ممكن دول يوصلوا بشكل مميز يا فاينل. اه تعرف اللي انا مراهن هي ما يقابلوا بعض مراهن على الراس الاخضر. لا انت بتتكلم مالي مع كوليفار يعني مالي لو كسب والراس الاخضر كسب هيقابلوا بعض. طيب ماشي انا بشوف مالي اللي ممكن توصل في النهائي. انا لو كانت يعني الراس الاخضر في مجموعه ثانيه كانت ممكن توصل معاه. الراس الاخضر هتاخد البطوله دي وانا قايل من قبل البطوله. انت بتهزر بتتكلم والله بتكلم جد كله هزار في هزار بقى والله بتكلم جد ده على في قناه الزمالك انا قلت الراس الاخضر. طب بمناسبه بقى الزمالك نروح بقى نتكلم في صفقات الزمالك. عبد الله السعيد وسيف جعفر محمد شحاته احمد حمدي ناصر ماهر زياد كمال اللي هو لاعب امبي الهاب ديفندر محمد عاطف مهاجم طنطا مهاب ياسر لاعب النجوم وامبي والداخليه السابق وياسر حامد ده فلسطيني باك سيرد باك يعني وفي لاعب من اوغندا اسمه موتيابا والله صفقات صغير اشول صفقات يعني. مميزه وصفقات كويسه. الزمالك محتاج طبعا الزمالك محتاج لعيبه كتير لكن في نفس الوقت برضو زي ما السيد قال ان في رقم 10 كتير قوي في اللي جاي يعني عبد الله السعيد واحمد حمدي واوباما ناصر ماهر وناصر ماهر يعني ده حتى سيف جعفر بيلعب 10 كمان وسيف جعفر برضه سيف بيلعب. جعفر اصلا 10 يعني ناصر ممكن يلعب 8 شويه. كابتن سيد فجر حاجه قال لك تقريبا المدرب ما بيلعبش اصلا ب 10 وهو مش هيلعب ب 10 فعلا وخلي بالك ده دي يعني انت لو هو بيلعب ب 10 عندك اربعه احنا مستكترينهم بس خلي بالك ممكن يوظف لا احمد حمدي ممكن يشتغل 8 ناصر 8 عبد الله ممكن يشتغل 8 عبد الله يشتغل 8 برضه لكن سيف جعفر برضه بس مش هيبقى متواجد طبعا في لا بس يعني ممكن يشتغل 8 مثلا مش حاته لا مش سيف لا 8 لا لا ده شغاله مع انا مرنته لا هو ما عندوش ال رايح جاي بوكس تو بوكس ما عندوش لكن محمد شحاته يشتغل 8 بتاع طلع الجيش ايوه ما هو كله نص الملعب وممكن برضه ناصر ماهر يلعب وينج ممكن احمد حمدي يلعب وينج لا حمدي لعيبه معناه لا 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 لعيبه معناه وينج لا بس ما لعبش ما يبقاش هو مؤثر في 10 قوي هو لعيب كويس في 10 هو كنت انا اول ما طلع كنت انا بقول عليه اللي هو عبد الله السعيد حمدي كان معانا هو كان بيلعب معانا كان بيلعب مكان عبد الله بس ما انا بقول لك ما لعبش ما جربتوش ما لعبش الماتشات اللي كان بيغيب فيها عبد الله او يتوقف هو حمدي كان بيلعب بس تغييره بس كان كويس يا سيد عمره ما يلعب وينج ايوه لا مش وينج ما انا بقول طب قول لي ايه التوظيف الكويس لاحمد حمدي في رايك هو احمد حمدي بيلعب 10 10 او 8 حمدي مش من الناس التاكلينج وهرجع ونص الملعب لا هو عايز يتحط قريب من الجون قريب من 18 هو لعيب ستايل قريب يعني حتى في النادي كان طالع في قصه ان هو قريب من حسام غالي ستايل اللعب ده ستايل الطريقه دي انما مش 8 ولا 6 لا عنده المهارة وسيطرة على الكورة ودريبلر بيشوط رجلين الاثنين بيعمل باس كويس عنده رؤية كويسة جدا ناصر ماهر نفس الكلام برضه يعني ناصر برضه نفس كان معاكم برضه ناصر في نفس الجيل بس كان لسه يعني بعيد شوية يعني حمدي نفس سن أحمد حمدي بس حمدي كان أقرب يعني حمدي الفترة بتاعتنا كان هو البديل بتاع عبد الله سعيد السنتين اللي احنا كنا موجودين فيهم كان حظه سيء شويه ببعض الاصابات كان بيغيب كتير انما في اوقات كتيره جدا خد ماتشات ولعب يعني فهم الثلاثه هي النقطه الثلاثه قريبين من ستايل بعض يعني هم الثلاثه ما ينفعش حد فيهم يلعب وينج انت دلوقتي اي وينج في الكوره لازم عنده حاجتين يا سريع يا مهاري فالثلاثه لا ما عندهمش السرعه ان هم يلعب على طرف من الاطراف فدول مش مفيش حد فيهم ما يلعبوش ايوه عبد الله سعيد شغال شغل كويس مفيش فراوده يا استاذ محمد كان المره فاتت كان بشير واستاذ احمد خضري ما كان قال عبد الله سعيد ما كانش هيجي عشان كنت مطلع معاهم قلت له عبد الله سعيد هيجي مفيش فراوده يا استاذ محمد صح؟ حصل ايوه صح حصل وقلت لهم انت هتدفعوا كتير حصل الاسبوع الجاي ما تسيبش حقك ما جبناش فراوده في موتيابا بتاع اوغندا ده بس ده صغير لكن ما فيش راس حربه ما دي برضو في بعض المراكز في الزمالك المهم تيجي برضو طبعا طبعا يعني لعيب مثلا باك ليفت يعني انت سبت عبد الله جمعه مشيت حاتم سكر قول عندك لا ما عندك اثنين دلوقتي فتوح وعبد الشافي طب ناحيه اليمين باك رايت عندك عمر جابر عندك مسلوس بس كده لكن انا كنت عايز قلب الدفاع عايز باك رايت بس مسلوس خد بالك بيلعب سيرد باك بس انا عايز كنت عايز باك رايت يعني مسلوس دلوقتي الزمالك بيعتمد عليه سيرد باك ايوه تمام انا كنت عايز اجيب باك رايت وعايز اجيب سته كان في كلام على هشام صلاح بس ما تمتش الصفقه كان هو لعيب كويس هشام صلاح
ثلاث حارس اسكندريه. كابتن سيد، هو الاهلي فعلا كان لازم يتعاقد مع حارس مرمى؟ هو كان لازم يتعاقد مع حارس مرمى مش عشان قصه مصطفى كويس ولا لا، هو مصطفى حتى لو جبت جول، انا بشوف حتى لو كنت جبت ابو جبل او بسام كان هيبقى منافس ليهم، لان هو الطبيعي اعلى ماتشات انت عندك او اقوى ماتش بالنسبه للنادي الاهلي السنه اللي فاتت كان ايه؟ هو نهائي دوري ابطال افريقيا. مظبوط، هو لعبه، فهو ادالك الايحاء ان انت عندك جون ممكن يشارك، فهي النقطه ان انت كنت محتاج حد يدخل منافسه مع مصطفى. والنقطه الثانيه لا قدر الله لو في حاجه، وخصوصا ان انت عندك حمزه عنده منتخب اولمبي، فانت هيبدا معسكره بدري من شهر 5 عشان الاولمبياد، فبرضو الامور كان لازم كنت محتاج حارس ثاني طبعا. انا عايز وليد، انا عايز الشباب وريني كده الاجوان اللي جت في بيراميدز النهارده في ماتش بيراميدز والمصري. دفاع بيراميدز النهارده خد بالك كان فيه علي جبر واحمد سامي ومحمد حمد ومهند لاشينو اللي كان بيعتمد على مستر فيكتوريا. فعايزين نشوف الاختراقات اللي كانت بتتعمل كده من المصري، سكينه في الجاتوه. بص بص بص، ومتابعه الديفنس بقى مع ديفنس دي باكين منتخب مصر. بص بص يعني حتى الكوره مردت من بص 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 ولا حد طالع ولا متابع. ده علي جبر واحمد سامي خد بالك. هو اللي هو راكب مين في الصوره؟ مين اللي كان هو بدماغه؟ علي جبر. علي جبر؟ علي جبر؟ علي جبر. حتى الجول بص بص جوال المصري عامله ازاي؟ اخطاء دفاعيه واضحه يعني. انا لا عايز اقلل ولا عايز ازود، بس دي اختيارات فيتوريا اللي هو ساب بسببها لعيبه ورفض لعيبه وقال لي ساعه السويسريه كمان. انا كان عندي لعيبه ساعه السويسريه عليها. وصف احمد سامي كده. نزل على احمد سامي. طب ده كلام وقال لك الطول. فبس دي تديك انطباع يعني. هو كابتن سيد امتى بيراميدز ممكن يكسب بطوله؟ لما بطوله الرابطه دي يعني ما تيجي تقول اللي وصلوا دور الثمانيه هتلاقي ان بيراميدز مفترض يبقى اقرب واحد يفوز بيها. اما تغير اهدافك يعني يخسر 3-1 والماتش ده ماتش عالي جدا. اما يبقى فيه شابوه يعني للمصري في المباراه دي. اما يبقى فيه محاسبه، انت لو خرجت من بطوله وحاسبت اللعيبه بعدها كنت هتلاقي النتائج بعد كده. انما هي النقطه اما توصل لمرحله ان انا بخسر بطوله ومكمل عادي مفيش اي مشكله، حتى لو هي غرامه ماديه فهي الماديه بالنسبه لي مش مشكله. يعني لعيبه بيراميدز الغرامه الماديه مش هي دي اللي تفرق معاهم، يعني الموضوع سهل جدا. فانت كان لازم يبقى عندك تغير، كل البطولات اللي بتخرج منها هتفضل مكمل على نفس الشكل خلي بالك، لان مفيش. وليد انا هختم معاك، هو ممكن الزمالك يتعاقد مع رمضان صبحي؟ يعني دلوقتي بقت الامور مهيئه اكتر، هتبقى صفقه بعد عبد الله بقى وبعد مش عايز ابالغ اقول صفقه القرن، بس صفقه العقد على الاقل. يعني رمضان صبحي اعتقد انه مستواه يختلف تماما في الزمالك. اذا كنت بقول انه قلت الحلقه اللي فاتت انه قد يكون عبد الله السعيد هو المستفيد الاكبر من الزمالك في صفقه الزمالك وعبد الله، يعني هو يستفيد من الزمالك اكتر من الزمالك يستفيد منه، لكن على رمضان صبحي لو راح الزمالك اعتقد انه هيرجع رمضان صبحي اللي كنا بنشوفه في النادي الاهلي قبل كده. فاذا الزمالك عنده فرصه ولو 1 من 10 ان رمضان صبحي يبقى موجود لازم يقاتل عليه. يعني هي دي الصفقه الزمالك ممكن يبني عليها بجد، لما يكون عندك زيزو ورمضان صبحي في فرقه تقدر تبني فعلا تيم زي ما كنا بنشوف الزمالك مع اشرف بن شرقي وزيزو قدامه مصطفى محمد. يقدر يبقى عندك فريق عنده شخصيه. رمضان صبحي عنده شخصيه بس الشخصيه دي راحت تماما في بيراميدز. يا كابتن وليد بما ان انت زملكاوي يدفع فيها اي رقم؟ لو قادر اجيبه اجيبه الصراحه، يعني لو في امكانيه ان انا اجيب رمضان صبحي لا الامور هتروح تفرق جدا فنيا مع الزمالك. تفرق بشكل كبير جدا جدا. طب كابتن احمد ابو مسلم قبل ما اختم سريعا، رمضان في الزمالك يفرق مع رمضان نفسه؟ يعني هو خلاص الوضع الباب الاهلي مقفول، يعني هو بقى له كام سنه وفي كلام كتير وبيحاول وكلام كتير بيقعد يتردد، لكن الاهلي رافض حتى فتح الكلام ده. هو طبعا تفرق مع رمضان حتى معنويا هيلاقي في سبورت قوي جدا، هيلاقي عنده دوافع جماهيريه في الزمالك يرجعوا المنتخب. طبعا هيرجعه تاني حاجه، الاداء ومستواه هيردوا له تاني بس الثقه في نفسه تاني، هتلاقي عليه ضغوط فهو هيحاول يموت نفسه وهيبتدي يخش في الفورمه تاني، هيعرف ان كل ماتش هيتحسن. انت مع الفكره دي؟ طبعا لازم اللعيب، لازم طول ما انت عندك ضغط محطوط تحت ضغوط هتقدر تطلع احسن ما عندك. فانا شايف رمضان حتى الفتره اللي فاتت مع بيراميدز ما عندوش ضغوط، يعني بتكسب تخسر ما عندوش دوافع، فعشان كده الموضوع كان بالنسبه له سهل. لما يروح الزمالك ويشوف الضغوط تفرق واللعيبه هتفرق معاه بشكل كبير. انا دكتور وليد شرفتنا ونورتنا. كابتن سيد ربنا يخليك، ما تنامش مني في بعض الاخبار. لا انا بنام في اوقات معينه في اخبار معينه.
طب انا هصحيك الحلقه دي نوم استراتيجي هجهزها لك بس كده كمعلومات واصحيك يبقى انا مش جاي الحلقه شرفتنا ونورتنا ربنا يخليك كابتن احمد ابو مصلى ربنا يخلي حضرتك كابتن وليد شرفتنا حبيبي يا استاذ عمرو احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده بذكركم تاني ان بكره عندنا مباراتين في الدور الثمانيه لكاس الامم الافريقيه الساعه 7 نيجيريا وانجولا الساعه 10 الكونغو الديمقراطيه مع غينيا يوم السبت الساعه 7 مالي وكوت ديفوار الساعه 10 راس الاخضر او كاب فيردي مع جنوب افريقيا احنا جمعه وسبت اجازه حد ان شاء الله اذا كان لنا عمر مشيئه الله في تمام 11 مساء حلقه جديده من بوكس تلو الى اللقاء.